ردود أفعال متباينة شهدها الرأي العام المصري بعد قرار مجلس الوزراء بتفكيك عدد من المنابر الأثرية، كان من بينها منبر مدرسة القاضي أبي بكر بن مزهر الذي يرجع لعهد المماليك بحارة برجوان في منطقة الخرنفش بالقاهرة التاريخية. وأوضح وزير الآثار في مداخلة هاتفية للعاشرة مساء أن المنبر المذكور لم يلقى مهملا بالمخازن، وإنما أعيد تركيبه وإيداعه المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. بكرة الصبح الساعة 9 الصبح تبعت كاميرا تتفرج على المنبر اللي اتنقل وهو معروض في قاعة المتحف القومي للحضارة المصرية. كاميرا العاشرة مساء انتقلت إلى المتحف المذكور لرصد ما آل إليه منبر القاضي أبي بكر الأثري. القطعة دي ترجع لحوالي 540 سنة من عصر الملك قايتباي لأبو بكر مزهر، كان وظيفته قاضي ورئيس الإنشاءات في عهد الملك قايتباي، وأنشأ مدرسة وجامع وسبيل، والقطعة دي من روائع الفنون الإسلامية. تجيب مبارح من مخزن القلعة واتنصب مبارح وجهز لعرض النهاردة. خد ساعتين في تركيبه مبارح وحوالي 5 ساعات في تنظيفه وترميمه وصيانته من أخصائي الترميم في المتحف عندنا. يعني عندنا هنا مركز لصيانة وترميم الآثار، بالإضافة عندنا هنا مخازن على أعلى مستوى، مجهزة على أعلى مستوى حسب نوعية مواد صنع القطع الأثرية. نقل يا فندم منبر من المسجد يعني بصفة عامة بيقلل من قيمة المكان الأثري نفسه. بالنسبة للقطع الأثرية دي زي ما قلت هي في حارة برجوان في منطقة شعبية، فنسبة المياه الجوفية عالية، بيضر الأثر. بالإضافة أنا عندنا في الأثار عندنا آلاف المناطق الأثرية، آلاف البيوت الأثرية، آلاف المساجد الأثرية. القطعة دي كانت في مسجد مغلق بقاله 5 سنين، نسبة المياه الجوفية فيه عالية فهتضر الأثر. فأنا بالطبيعي أنا هنا وظيفتي أحافظ وزارة الأثار، هي الدور الأساسي بتاعها هي حماية والحفاظ على التراث الحضاري المادي من العصور ما قبل التاريخ حتى وقتنا الحاضر. عندنا القطعة عليها زخارف هندسية، أطباق نجمية ونصف نجمية، عليها زخارف نباتية، عليها زخارف كتابية لآيات قرآنية بحشوات نحاسية، بالإضافة عليها هلال بيشير لاتجاه القبلة. طبعا القطعة مصنوعة من الخشب اللبنوس والجميز، خشب اللبنوس طبعا ليس خشب مصر، مستورد، فبيدينا فكرة على العلاقات التجارية بين مصر والدول الأخرى، بالإضافة طبعا الخشب المحلي المصري اللي هو الجميز. وبالنسبة للقطعة طبعا تعتبر من قطع النوادر والروائع من العصر المملوكي. بالنسبة للطلبة لغاية المستوى الابتدائي مجانا، جميع طلبة الفنون والعمارة والآثار مجانا، الطلبة الآخرين ب5 جنيه للمصري و10 جنيه للمواطن المصري. بالنسبة للأجنبي 30 جنيه للطالب الأجنبي و60 جنيه للطالب للزائر الأجنبي، ودي مفتوحة طوال أيام الأسبوع من 9 صباحا ل5 مساء. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. هنتابع معاكم كل القضايا والمشاكل والأزمات في كل محافظات مصر، وكمان هنكمل معاكم، هنتلقى اتصالاتكم فيما يتعلق بمبادرة العمل الإنساني والخيري. كل
من يحتاج إلى مساعدة. كل فاعل خير يستطيع أن يساعد أي شخص محتاج علاج أو يحتاج إلى حل أزماته المعيشية والاقتصادية المختلفة. تعالوا نتكاتف جميعا وفقا للتكافل المجتمعي المعتاد. خلونا نبدأ القضايا الواقعة اللي هتشوفوها. احنا طبعا كل ما يتعلق بانتهاك الطفولة، تشوفوا طفلين اسبوع هما مجهولي الهوية لمدة اسبوع بدون اكل او شرب، وبقالهم اسبوع محتجزان بهذا الشكل، يعني مأساة. ما زلنا نبحث عن حل لكل ألغازها. تعالوا نشوف مأساة الطفلين ونشوف كيف يمكن أن نتابعها. صراخ وعويل وأصوات استغاثة تعلو شيئا فشيئا. استفزت الجيران لاقتحام إحدى الشقق المجاورة، وكانت المفاجأة طفلان محبوسان دون طعام أو شراب لمدة أسبوع كامل. آثار تعذيب وعنف واضحة على جسد الطفلين اللذين اتضح أنهما يعيشان مع شخص ما تركهما بين ليلة وضحاها، ولا تعلم حتى الآن حقيقة هويتهما. أنا في المركز عرفت أن اللي هو اسمه سمير ده مسجل، وان مامته رئيس المباحث بيقول ان مامته مسجونه فعلا، كانوا ضاربين عسكري هي وسمير ده ومحبوسه، وسمير ده عليه احكام ومطلوب. اليوم اللي انا جبت فيه من اللي جبتهم من المركز اتصل على تليفون واحده وطلب ان هو يكلمني، فانا كلمته لقيته بيقول لي انت مش من حقك ان انت تبلغي الشرطه، دول اولادي وانا برعيهم وباكلهم وبشربهم. مامتهم بقى فين؟ بيقول ان هم ان هي محبوسه في المستشفى هتعمل عمليه. مين اللي بيقول؟ هو سمير ده قال للجيران، ورجع قال ان هي سابت لهم البيت ومشت غضبانه وبتربي له. يعني الاولاد قالوا الاولاد ده ما بيتكلمش، زياد اللي بيتكلم. زياد قال ان سمير ضرب نعمه بالمطوه والحزام وهي راحت عند جده في البلد. كمان ان الصغير ده تعبان لغايه تعبان جدا، كحه جامده وعنده جفاف، حضرتك مش بيعرف ياخد نفسه، وانا خايفه انزل بيه اكشف عليه، خايفه يتعرض لي في اي وقت، لان هو لما كلمني هو هددني في التليفون على فكره، وانا بطلب برضه استغاثه من الاستاذ وائل. انا عايزه اشوف دول مصيرهم ايه، يعني فين اهلهم؟ ما ممكن يكونوا مخطوفين. هو فين دلوقتي سمير والام فين؟ الام احنا ما شفناهاش، وسمير دوت جه يوم لما كانت الحكومه جايه تاخد الاولاد، جيب التوك توك لقى الحكومه ولقى الدنيا جرى، والحكومه جرت ورا منه، جرى بالتوك توك. قال الناس في التليفون، قال لهم انا عليا احكام، ومراتي الاولانيه عامله لي قضيه نفقه. روايه الطفل الاكبر زياد تنذر بانه كان يستغل في التسول من اشخاص مجهولين، غموض يحيط بحقيقه الطفلين. انت ما كنت بتقول له انا عايز اكل كان بيعمل فيك ايه؟ ضربني. بيضربك؟ عورني طول. عورني. بيضربك وبيعورك؟ عشان بتقول له انا عايز اكل؟ وما كنت بتقول له عايز اروح لنعمة كان بيعمل فيك ايه؟ افعي باب الشقة. تقول دي ايه؟ جاية حية حرقة؟ بايه؟ سمعة. كنت بتروح عند القطر؟ عند قطر سندوب؟ ليه؟ الناس بتديك ايه هناك؟ اديته فلوس كتير. بيدوك فلوس كتير؟ اه. مين اللي كان بيجي معاك؟ ولا حس ولا السيد. الولد السيد؟ السيد ايه؟ اسمه السيد ايه؟ السيد محمد. السيد محمد؟ كان بيوديك فين السيد؟ السيد محمد الشقة بيا. كان بياخدك في الشقة؟ كان بيعمل فيك ايه؟ يضربني. بيضربك؟ انت اسمك زياد ايه؟ زياد محمد. هو اسمه زياد محمد، واللي هو كان قاعد معاه ده قال سمير، وقال ده يبقى اتجوز ماما. انا ام وعندي احفاد من دارهم، فلازم يعني المنظر ده ما يصعبش على المسلمين، وان قعدوا عندي ضرر، انا ما معيش اي اوراق لهم، عايز اكشف عليهم، مش عارف اخدهم وانسى. ممكن الشخص ده يقابلني في حته انا ما اعرفوش، بس هو عارف الاطفال. هل هما ضحيه التفكك الاسري ام مخطوفان من منطقه ما؟ كلها احتمالات تظل حاضره،
حتى يظهر ما يفصل في أمرهما. مي عبد الرحمن، 10 مساء. طبعا احنا كنا بنشوف بنتابع معاكم قضية الحاجة سعدية، بس قبل موضوع الحاجة سعدية كمان الـ الأطفال شوفوا ازاي دي يعني قصة في منتهى الغموض والغرب، قصة إنسانية بشكل يعني غريب. في كل الأحوال تعالوا عشان بس نتابع بسرعة قضية الحاجة سعدية. احنا بس مع الحاجة سعدية هنطمن عليها. هي موجودة معانا على الهاتف. حاجة سعدية اهلا بيكي. اهلا بك يا استاذ وائل. اهلا بيكي والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. الحمد لله انه حضرتك بخير وده اللي يهمنا ان احنا نطمن عليكي. يعني قولي لي انت بصحة جيدة؟ الحمد لله. الحمد لله السفارة المصرية عملت جهدها والسعودية برضو ما خلتش برضو كل العالم كلها الحمد لله. شفت ازاي الناس حسوا انك مظلومة ووقفوا معاكي جميعا يعني؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اصل المظلوم دايما ربنا بينصره. طبعا طبعا يا حاجة سعدية. قولي لي انت عملت العمرة الحمد لله. انا هجيب معاكي من النهاية من الاخر. الحمد لله عملت العمرة مش كده؟ الحمد لله يا رب. كان نفسك تعمليها؟ انت كنت مسافرة عشان تحققي حلمك ده. صح، كنت مسافرة عشان اعملها ليا ولابني اللي متوفى. الحمد لله يا حاجة سعدية. وأنا بس طبعا ده رضا الحمد لله. لما لقيت البلد عندك كلها واقفة معاكي والمصريين كلهم والسفارة المصرية والله ما سابونا، السفارة المصرية والسعودية كلهم ما سابونا، الحاكم الملك، الحاكم الرئيس السيسي، كله بصراحة ربنا ينجيهم وربنا ينجي مصر. الحمد لله يا حاجة سعدية. هنا طبعا انا يعني مش هدخل معاك في تفاصيل القضية قوي، ولكن هنا عشان كمان ننصح الناس يعني اللي حصل لك. ارجو من كل واحد مسافر لابوه ولا اخوه ما ياخدش حاجة من حد، ما ياخدش حاجة من حد. انا هقول بس مفيش حد يقول له خد شنطة. لا 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 لا، عملي تاني تعلم الكل. واللي انا شفته يعلم الكل، ما حدش ياخد من حد كيس يكون في حبة اكل. انت طبعا ست طيبة جدا، ما عملتيش ما 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 توقعتيش خالص ان في حد يكون بالشيطانة دي. لا 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 والله، ولا عمري شفت الواد ده نهائي. لا ولا تتخيلي ان في حد يحط لك مخدرات في شنطه او ترامادول ويقول لك وصليه السعوديه يعني. دوله ثانيه يا استاذ وائل، يا ريتها دولتي. وتعدي من دولتي ازاي؟ تعدي من مطاري ازاي؟ من قلب بلدي من يوم 2 رجب. طيب المهم ان انت عندي من دولتي ازاي؟ مش عارفه الله. قولي لي اللحظه اللي انت اكتشفتي فيها يا حاجه سعديه، اول ما وصلت المطار وقالوا لك الشنطه دي فيها ترامادول. انا لطمت على وشي وقمت بسرعه في الارض مرميه، ودوني على المستشفى. اول ما قالوا لك كده اغمى عليكي على طول. على طول قمت لطم على وشي مصوته وقع على طول في الارض. جابوني من المستشفى عشان يعملوا اجراءات. انا شفت قليل، الله ينتقم منه ان شاء الله. محبوسين وهيتحاكموا ان شاء الله يعني. يتحاكموا يتقطع منهم تقطيع طبعا. وكل من ياخد حاجه يورم اي مخلوق ياخد حاجه النهائي.
طيب إيه؟ انا اصلا ما شفتش الشنطه دي والله يا استاذ وائل، لما اديت ايدي عليها ولا مسكتها ولا اعرف فيها ايه. اه وانت هنا ما يعني ما اديتيش خوانه يعني، قلتي لا لا بس انت كنت شاكه شويه يعني. اما عدت من المطار عندنا قلت انا ظلمت، لو بحسب فيها حاجه لا يبقى كده انا ظلمت وما فيهاش حاجه بقى الحمد لله. وكان عايز ياخد هدومي يحطها في قلبها، عايز يفتح الشنطه بتاع بالقفل وياخد الهدوم بتاعتي يحطها في الشنطه اللي هو جايبها. كنت واقفه بقى قلت له انا ما بحطش شنط، ما بحطش هدومي مع حد، واحده مصروفه ما بحطش هدومي مع حد. اه طبعا ال اه كملي يا حاجه سعديه اتفضلي. القرش بقى يابا اللي بيدي رشاوية بيعمل كل حاجه. طيب كل ده محل تحقيقات، وان شاء الله حقك بالكامل لانك انت اتظلمتي، وبدليل انه الناس اتعاملت. ربنا مش هيسيب لي حق، ربنا مش هيسيب لي حقي ابدا الايام اللي انا عشتها هناك. بقى انا حاجة سعدية، في شيطان ممكن يطلع حد يعمل عمرة ويعمل كده يحط له مخدرات في شنطة؟ هو اذا كان هو بيقول لبنتي انا هعمل واحدة قد امي. انا اعمل فيها حاجة، وانا كنت بطلع له بطلع له فلوس وبطلع له، يا اخي طلعت لك حمية يا بعيد وتبهدلني في دولة غير دولتي. بس الحق مش عليا ولا على الحق على اللي طلع الشنطة من الميزان من البتاع اللي بيعدي ده. كل ده بيخضع للتحقيق، كل ده بيخضع للتحقيقات. كل ان كنت عايز ان كنت عايز تتكلم عليا، اللي كان واقف يوم اثنين رجب ده اللي يتحاكي، الطياره اللي كانت طالعه بتاع دقيقه مطار ابو اسمه ده اللي انا نزلت فيه ده. كل ده متحدد، كل ده يعني يستطيع يعني التحقيقات تستطيع انها تحدد مين اللي كان موجود يعني. يوم 2 رجب الساعه 4 ساعتين ما كنت راحه. قولي لي يا حاجه سعد، عندك حق طبعا، عندك حق في جزء متعلق بالتحقيق، ازاي الشنطه دي خرجت وهي فيها الترامادول من هنا يعني، ده لازم يخضع لتحقيقات ويتحاسب المسؤول عن كده يعني. قولي لي بقى الراجل نفسه اللي بيطلع العمره ده يا حاجه سعديه، ما اللي هو السمسار اللي كان معاكوا ده من البلد، الراجل نفسه اللي بيطلع ده ما حدش يعرف عنه حاجه حتى الان. من هون اللي محبوس؟ لا اللي هو الراجل اللي عامل لكم العمره اللي دافع فلوسها يعني. ما اعرفش والله يا استاذ وائل. هو قال لي ده هيقابلك في المطار وهياخد الشنطه وانا هاجي لك بعد اسبوع افسحك واوديك كده واوديك كده وتقومي راكبه وجاي. لا رحت عمره ولا شفت حاجه، جيت من المطار على النار. جيتي من مطار على النار، بس تضامن الناس معاكي ده والله يا حاجة سعدية قولي الله. والله ثلاثة بالله يا أستاذ وائل، الناس كانت معايا بتوع السجن أحسن من الأهل، بس اللي كان تعبني إنني فردانية وحدانية في قلب البتاع بين أربع حيطان. طبعا بس الناس الحمد لله عاملوكي في السجن معاملة جيدة يعني الحمد لله. عندنا هناك الأبلة ريم والأبلة أسمه دول كان عندي أحسن من يعني زي بناتي اللي في البلد. لا ده أنت حافظة أسمائهم من مش قعدت 40 يوم يا أستاذ وائل، 40 يوم مقفول عليا بالإقفال، بس ست كبيرة ومانيش قادرة أخد نفسي وعندي جرحة وعندي ده وده وده وتعبانة ويتقفل عليا بالإقفال 40 يوم. 40 يوم بس عايز أقول لك يا حاجة سعدية، الميزة فيها إن
يا ريت الناس تقف مع كل مظلوم بالشكل ده. يعني الناس وقفت معاكي واتمنى ان الناس تعمل كده مع علم. كل مظلوم يعني. ربنا عليم بي يا استاذ وائل، ربنا عليم بي، لانني عمري ظلمت حد وعمري باكلها بعرق جبين وعمري ما عملت حاجه في حياتي. يجي على اخر السنين يدخلني سجن، ده انا بخاف من العربيه بتاع السجن لما تكون معديه، والله بخاف منه. يعني لما بتشوفي بوكس معدي بوكس او عربيه سجن بخاف منه، ورحمه ابني بخاف منه، فيقوموا يحطوا لي مخدرات في شنطه. ابص لاني محطوطه في وسط غابه، الحيطان علو مقربه للسماء ومعموله بسلوك ومقفول عليها باربع حيطان ورقع بالمخ محدش يسمعني. انتي ما فتحتيش الشنطه دي خالص اللي هو اداها لك يا حاجه سعديه؟ والله يا استاذ وائل ورحمه ابني وربي وحياه الايام المفترج عند ربنا، انا بايدي ما اتمدت على الشنطه ديت ولا لخمتها نهائي. وهو طبعا في كل الاحوال عشان نحذر الناس وننبههم، النصيحه انت بتقولي الحق لاي حد مسافر ما تاخدش اي حاجه من حد. صح صح. ولا كيس بلاستيك حتى يعني. والله لو راح بطولي ولو اخويا قال لي خدي شنطه عديها قول له روح وديها، قال لي انا شفت يا استاذ وائل ولا داعي بقى للكلام لحسن ايه. يلا لا لا ان شاء الله يا حاج سعديه، الناس ربنا الناس كلها متفاهمين. يا استاذ وائل محدش شاف ايام قد زي محدش حس بها الا انا طبعا، لان المظلوم معاناه المظلوم وصرخه المظلوم يعني محدش بيحس بيها الا صاحبها يعني. تبقى ياخدني عنده على ماشين منافسي. ايه بتقولي ايه؟ يعني مدير السجن المدير بتاعهم، والله بقى ياخدني عنده على ماشين منافسي بس شويه لو نص ساعه. والله كويس جدا يعني. شوف ايه؟ لا كويس جدا اصلا. واطلب لي شاي واطلب لي الشاي وجيب لي تمر من عندهم عشان افطر. تعامل السلطات السعودية مع المظلوم في هذه ولا كلمة. يقول لي انا عارف ان انت مظلوم، انا عارف ان انت بريء ومظلوم. هم بس كانوا مستنيين الاجراءات القانونية يا حاجة سعدية يعني. اهو كده مستنيين الاجراءات. وهنا السلطة القنصل المصري بتاع المصرية ده، القنصلية المصرية السفير حازم رمضان، انا كنت لسه بتكلم معاه والناس ربنا يحميهم لشبابهم يعني. والاستاذ ياسر والمستشار ياسر والاستاذ مجدي وكلهم كلهم والله النهار ما جم ياخدوني اربع عربيات ملاك كبار كانوا واقفين قدام البوابات هناك. طبعا التعامل السفارة المصرية يا جماعة زي ما قلنا لكم امبارح يعني القنصلية المصرية في جدة كان نموذجيا يعني في التعامل في قضية من زي دي. حاجة سعدية انا عايز هنا طبعا ولادك بقى لما اول ما مسكوكي بالشنطة دي لغاية ما الناس تكتشف انك مظلومة اكيد كان عندك احساس كده انه طب الناس هتقول ايه ما يعني لغاية ما يكتشفوا انك مظلومة يعني. هل كنت خايفة او قلقانة ان ده يسيء لسمعة ولادك وبناتك؟ لا ولادي عارفين انني بريئة والدنيا كلها عارفة انني بريئة. وطلعت مظاهرات قبل كل حاجة وطلعت مظاهرات عندكم في البلد تضامنا معاكي يا استاذ وائل، مش بلدنا بس الدنيا كلها لغايه السعوديه. والله هنا بقوا من السعوديه يقولوا بريئه وبقوا مطلعين اهلين. ما هو ده يعني الـ 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 الميزه في القضيه دي الجوانب الحلوه اللي فيها يا حاجه سعديه، في جوانب حلوه فيها
مع كل الألم اللي انت عشتيه يعني، الله يكون في عونك يعني. عشت ألم، ألم يا أستاذ وائل بصراحة عمر ما هيتنسى. لأن التهمة مش سهلة يعني، ده انت ست. أيوة جريمة، ده جريمة. هو فلوس ولا قتل ولا ضرب ولا ده بلاوي. تحكي لي بلاوي سألف الشنطة، يخرب بيتك يا شطان، يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك يا شطان يا ملعون. والله عندك حق يعني. كده ابقى كنت كبيرة كده ودخلني السجن على اخر ايامي، ده انا قطعت شرايين ايدي عشان اموت. خبر ابيض. بتقولي ايه؟ شرايين ايدك ايه يا حاجة سعدية؟ والله كنت هموت نفسي ورجعت استغفرت. لا انت مؤمنة بالله يا حاجة سعدية؟ ايه اللي خلاك تفكري في كده؟ ما خلاص بقى، انا قفت من حياتي من البتاع المدعوق اللي انا كنت فيه. ما عندك حق، لما تبقي ست بسيطة كده وطالعة نفسك تعملي العمرة وبعدين تلاقي ويا ريت حد معايا قال انا لوحدي، ليل ونهار انا لوحدي. بس بعد كده لقيت مصر والسعودية معاكي كلهم يعني. ولاد بلدي بقى بقوم يجونا على طول، ولاد بلدي الله ينجيهم، الاستاذ مجدي والاستاذ ياسر و الحمد لله. حاجه سعديه كله قد كده. كان نفسك تعملي العمره يا حاجه سعديه يعني قبل ما تموتي؟ ربنا يديك الصحه والعافيه يعني. يعيش يا بابا، الحمد لله عملتها ليله امبارح، ليله 15. طيب شفت ازاي ان حلمك اهو اتحقق والحمد لله اتحقق، واتحقق وانت مظلومه، فالحقيقه الثواب هيكون مضاعفا يعني ان شاء الله. ما انا بقول لك تبع الصبر، واللي ربنا بيقول له كل ده ربنا بيقول لي الشيء كن فيكون. الحمد لله، دي احسن ما في القضيه. بعد بقى يا حاجه سعديه ما اول ما قالوا لك خلاص افراج واخلاء سبيل يعني، الحمد لله اكيد اللحظه دي ما تنساهاش ابدا يعني. المدير اللي ندهلي المدير قال لي بشيري، بقول له خير ما فيش اخبار ولا حاجه، قام قال لي بشيري السفاره هتجي تاخدك النهارده. بقول له قال لي والله بشيري باذن الله هيجوا ياخدوك النهارده. اما بقيت خايفه لا يرجعوا لا يحصل حاجه واقعد تاني. والحمد لله لقيت ولاد بلدي واقفين بالعربيات ما شاء الله، وجايين جوه عند المدير صلاه النبي ست رجاله ربنا يحميهم لشباب، وقاموا واخديني على المطعم مقفليني حاجه ساعه ودين وامهم. طبعا انا كنت دايما واحنا بندافع عنك يوميا يا حاجه سعديه اقول ملامح الحاجه سعديه زي كل امهاتنا يعني، كل يعني فيك الطيبه والبساطه الشديده والتلقائيه والعفويه اللي تخليكي يعني الى هذا الحد حد يقول لك خدي شنطه، فيعني ست طيبه الى اقصى الحدود يعني. والله يا استاذ وائل وربي انا ما خدتها ولا جيت يمه، هو حطها من العربيه على الراجل اللي بيشد بتاع العجل ده، والراجل وداها وقام واخدها على البتاع اللي بتروح يم المطار دوم. ما شفتهاش بقى في الزبت في بتاعنا امبي دي ولا هو ايه؟ طيب امبي ولا هو طبعا لا ما الله يكون في عونك في اللحظه دي لما حد يقول لك ده يا خرابي لحظة ده كتر خير الدنيا ان انا واقفة على حيلي. ما حسيتيش اغمى عليك على طول واغمى عليك على طول يا حاجة سعدية؟ انا صوتت ولطمت على وشي قمت مرمية في الارض، حطيني على ترابيزة جوه للدكتورة بقت تديني حقن، وقالت لهم ما فيش فايدة، لقيتني بقى في المستشفى
خلصت المستشفى بقى أمه جايبيني بقى للتحقيقات بقى. تحقيقات يا أستاذ وائل لما تريد. لأنه ما هم يا حاجة سعدية في بلد في سلطة لقوا فيه شنطة ترامادول، يعني لازم يتعاملوا معاكي. عندهم حق، عندهم حق، عندهم حق. الراجل اللي كان بيعمل وبيحقق وكده رجع لما عرف ان انا مظلومة يقول يا ريت اقدر اخدها تقعد عندي. يا الله، يعني والله ثلاثة اللي كان شارد قبالي وبقى يزعق قبالي يقول يا ريتني، واتصل عليا وهناني بالطلوع يقول يا ريت اقدر اخدها وتقعد مع والدتي دوم. شوف بقى لان ربنا علمني. يعني شوفي حتى الناس سواء الشرطة او اللي بيحققوا معاكي في النيابة تعاملوا معاكي على انك امهم يعني هو يقول انا من جوايا عالم ان هي بريئة، بس احنا بنضغط عليها عشان نعرف الورد ايش نصيب. وانا لا كنت اعرف يعني. شوف هو اتمسك نصيب يعني. شوف ما كانش ده بقى ما كان عمره ما هيتمسك، انما شوف اللي فاكر ربنا ان يتمسك فيه يقول لك اتمسك في الجيزه في مصر مستخب. كان هربان يعني. انا الحقيقه مش متخيل طب انا حتى يا جماعه يعني شوف ده يعني انا كنا دايما نقول اي شيطان ممكن يعمل كده، وهو عارف ان دي هو ست. اتفضلي يا حاج سعد. ده هو الشيطان. يلا ربنا بس يخلي السلطه، يخلي بتوعنا المصريين اللي هنا اللي في القنصلته وينجيهم ويوقف لهم ولاد الحلال ان شاء الله. انا معايا بنتك كمان، هي معايا بنتك فاطمه. مدام فاطمه عشان عايزه تسمع صوتك وتكلمك. يا مدام فاطمه اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ وائل. اهي الحاجه سعديه زي الفل اهي. وخلي بالك يعني المظلوم ده يعني ثوابه ربنا بيعوضه، وهيعوضكم كمان ان شاء الله يعني. الحمد لله يا استاذ وائل، والله الشكر كله لحضرتك وللقناه. احنا مش عارفين نشكرك ازاي، انت اول انسان وقف جنبنا وكان دايما يطمن على والدتي كل يوم. بنشكرك قوي 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 قوي. قضيه كل المصريين. اي واحد هيتخيل امه مكان الحاجه سعديه؟ اي واحد. الصحه يا استاذ وائل، يا رب ويبارك في حضرتك يا رب، يخليك لكل مظلوم. الحمد لله. هنا انتوا اطمنتوا عليها وهي عملت العمره ومستنيينها ان شاء الله ترجع يعني. ترجع بالسلامه يا استاذ وائل، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله. لو عايزه تقولي لها حاجه كده وهي معانا، انتوا اكيد بتكلموها يعني، بس عايزه تقولي لها ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا ماما، وحشتينا وحشتيني قوي 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 قوي. ربنا يديلك الصحه يا رب ويرجعك لنا بالسلامه. اللي وحشتيني يا بطوطه. والله وانت اكتر يا ماما. رب نعم يا بطوطه، وحشتيني قوي قوي يا بطوطه. ربنا يبارك فيك يا ماما ويرجعك بالسلامه يا رب. وحشتينا يا ماما، والله وحشتينا وحشتينا وحشتيني. عارفه والله يا ماما، عارفه والله. والله انت ام جميله يا حاجه سعديه والله. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك يا ماما يا رب. ربنا يوفقك، والحمد لله اكيد كمان العمره وانت بتعمليها. والله الاحساس بيكون مختلف لما تكوني مظلومه وتعبتي قوي عشان تعملي العمره. انت كنت ولسه هرجع اعملها ثاني، عشان هرجع اروح عند الرسول برضه ان شاء الله. وان شاء الله هتحجي ويتحقق لك حلمك. في ناس كتير يا رب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. في ناس كتير بس دول بقى بتوع خير يعني، متبرعين لك بالحج، مش زي الشياطين اللي يطلعوا. ده كانوا هيطلعوا ستات تانية كمان معاكي يا حاجة سعدية بعد منك يعني. لا، ما هي الضربة القاضية جت لي الاول. هي الضربه القاضيه جت لي الاول يا استاذ وائل. فانت انقذتي. ربنا عوضني منك.
السفاره المصريه طلعتني هنا ومخلياني ما مش عايزه حاجه. الحمد لله، واحنا كنا بنتابع معاهم دايما، والحمد لله يا حاج سعديه، ولما هترجعي مصر ان شاء الله الناس هتعمل لك، هتلاقي بيستقبلوكي في المطار، لان الحقيقه عوده المظلوم تستحق ان الناس تستقبلك وترحب بيكي، وزي ما المجتمع كله كان متضامن معاكي ان شاء الله. نفسك بقى في اللحظة اللي ترجعي فيها مصر ان شاء الله يا حاجة سعدية. مصر تربها غلى علينا. الله. مصر ام الدنيا. ربنا يحفظها وينصرها. ان شاء الله يا حاجة سعدية. واحنا ويخلي الرئيس السيسي وما عدموش ابدا. يا رب. وينصره. ينصره على مني عليه. وقالوا لي ان انت حتى كنت بتشجعي الناس يروحوا الانتخابات ويروحوا الاستفتاء ويروحوا الحاجات اللي طول السنين اللي فاتت دي. بقيت مقهوره اتمنى لي ما نفس البلد بتاعت الانتخابات في المره اللي فاتت ده ايه؟ واقول باذن الله واتصل اقول ها عملت في اي، قالوا لي بقيت هين عليا وانا هناك والله وانا محبوسه. ولما قالوا لي نجح والله زرغات وانا محبوس لان ده بلدي 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 ربنا يحفظها ويخليها كده منصوره دايما مصر. والله يا جماعه لان تراب يعني مصر غالي. اي تراب مصر غالي علينا. يعني في جمال احسن من كده في الـ في الـ في الصدق والاخلاص والعفويه والبساطة الشديدة والوطنية. طب نعمل ايه بقى في الشياطين اللي لازم يتحاسبوا والله اضعاف اضعاف ما يمكن ان تتخيلوا من مساءلة ومحاسبة يعني. بشكرك يا حاجة سعدية، وان شاء الله هترجعي لنا بالسلامة وهنستقبلك في المطار ان شاء الله. ماشي يابا. ماشي يا حبيبي. ترجعي لنا بالسلامة يا حبيبتي ان شاء الله. والله يا جماعة يعني مش ممكن أبدا يعني. شوفوا قضية الحاجة سعدية، الحمد لله إنها عدت على خير، والحمد لله إنها انتهت بهذا الشكل، وفيها جوانب إيجابية يعني أتمنى إن احنا نستفيد منها، اللي هو يبقى فيه رأي عام ضاغط ومتضامن ومش ساكت لما يكون فيه إحساس حقيقي بإن فيه مظلوم يعني، والناس كلها تقف مع المظلوم حكومة وشعب يعني. ده واحد. اتنين كمان، ان تلاقي السفارة المصرية تتعامل او القنصلية المصرية في جدة تحديدا، وانا زي ما قلت كنت من شوية بتكلم ايضا مع السفير حازم رمضان وكان معنا في مداخلة بالامس، لا اشتغلوا في هذه القضية بالشكل الدبلوماسي والقانوني والإنساني بشكل مثالي يعني. أتمنى كمان أنه ده تكون نموذجا نطبقه في كل الحالات، بيبقى عندنا شعور أن في مظلومين بيتعرضوا للتعسف أحيانا في بعض الدول يعني. والحاجة الثالثة أنه سلطات الدولة نفسها يعني السلطات السعودية تعاملت مع الحاجة سعدية، كل ضابط شرطة وكل مواطن وكل ست في السجن حتى معاها وكل من يحقق معها في النيابة، كل دول كانوا بيتعاملوا معها لأنها أمهم، وبالتالي ده يعني ده يعني أهم ما يمكن إن احنا نستفيده من هذه القضايا. صحيح محنة صعبة جدا ومؤلمة، لكن بداخلها جوانب إيجابية استفدنا منها. وشوفوا قوة المظلوم، قوة المظلوم. انتوا عارفين غاندي لما قال تعلمت من الحسين كيف اكون مظلوما فانتصر. ايوه، المظلوم ينتصر، والحاجة سعدية لم تنتصر لنفسها فقط يعني، ده هي كان كل احلامها انها تعمل عمرة وترجع، وقعت في ايد شياطين. مين يتخيل ان حد يجي يقول لك تعال حقق لك حلمك وطلعك العمرة عشان اكسب ثوابك واخد ثواب، فيطلع شيطان.
طب ما تشيطن بعيد عن الـ الـ العمرة وبعيد عن الـ 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 الدين وبعيد عن الأماكن المقدسة اللي بتحتل جزءا أساسيا في وجداننا، يعني ما تروح تشيطن في تجارة العملة، في أي حاجة تانية، بعيد عن، أنصب في أي حاجة والقانون يحاسبك يعني. إنما في شيطان يمكن أنه يتخيل أن تكون فيه مجال للشيطنة في عمل خيري بهذا الشكل، وأنه يصفر الناس للأماكن المقدسة وللعمرة وللحج وتبقى عندك كل هذه الشيطنة. يعني حد يتخيل أن في شياطين؟ دول ممكن تتعامل معهم إزاي يعني؟ يعني حتى القانون والله ليس كافيا، هتضطر أنك تحاسبهم بالقانون. لكن لما بتقعد تتخيل كده في لانه القانون قانون يعني، لكن الشيطنه في 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 مجال بهذا الشكل او في هذه الدائره تحديدا، لا، شيطنه لا يستحق صاحبها ان يكون انسانا يبقى على قيد الحياه يعني، لا يستحق. وبالتالي هنا يعني ده اهم ما نستفيده من هذه القضيه، كمان ان الناس تتعلم اللي هي النصايح اللي قالتها الحاجة سعدية: اوعى تاخد حاجة وانت مسافر، اوعى تاخد اي حاجة من اي حد وانت مسافر، ولا تدي اي مجال لحسن النية. عارفين الناس بسيطة، احيانا حد يقولك ده انا بودي ده لوالدتي في البلد، وديها لاهلي في البلد، تبقى انت في بلد تانية فتاخدها وتقع في نفس المأزق يعني. يعني لولا تكاتف الناس بهذا الشكل ولولا تدخل السلطات في مصر والسعودية كان ربما الحاجة سعدية لم تنجو من هذه القضية يعني. خلونا كمان، كان في وقفة من المصريين في السعودية زي ما شفنا في وقفة من المصريين. خلينا نشوف الأول التقرير ده في بلد الحاجة سعدية، ونقول لكم بعد كده كمان الناس المصريين في السعودية عملوا ايه. الجميع تكاتف وتضامن، قضية الحج سعدية تستحق انها تكون قصة نحتذي بها، نتعلم منها ونستفيد ونشوف الجوانب الإيجابية اللي حصلت فيها. رحنا البلد وقلنا نسجل مع الناس ونشوف ايه انطباعاتهم. حالة من السعادة والفرحة سيطرت على أهالي قرية درين التابعة لمركز نبرو محافظة الدقهلية بعد إعلان براءة الحجة سعدية في قضية المخدرات الشهيرة، فانطلقت الزغاريت من داخل المنازل والشوارع. بشكر العالم كله على وقوفهم جنب والدتي، أنا بصراحة يعني وقفوا الناس ما بتتعرفش إلا وقت الشدة صحيح. انا ما كنتش مصدقه من الفرحه والله، الاستاذ وائل اول واحد اتصل علينا وطمنا، صدقنا بالخبر عشان كلامه موثوق منه. وبصراحه يعني مش عارفه، ما بقتش قادره استوعب ان امي طلعت كده. الحمد لله كان الامل والله ما يقص منه، كل يوم يقولوا بكره بكره لما بقينا خلاص، بس الحمد لله الحمد لله ربنا ازاح الهم من عننا خلاص الحمد لله. وهي كلمتني والله بتشكر. الحاجة سعدية بقى كلمتك من هناك؟ ايوه كلمتني، ولسه قافله معايا من شويه. قالت لك ايه؟ بتقولي والله انا يعني بدعي للناس كلها، كل مسلم ومسيحي ودعالي، والناس كلها اللي وقفوا جنبي ربنا يخليهم ويجازيهم كل خير، والسفاره المصريه على وقوفها جنبها برضو. هي في راحت تعملت عمره امبارح في مكه وهي مستضفينها في السفاره المصريه. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك، ده احنا فرحانين قوي 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 اللي اختي طلعت بالسلام، كان قلبنا ولع نار وحياه النبي ما اتطفى الا امبارح. وبنشكر اللي بتوع السعوديه وبتوع مصر، بنشكرهم الف 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 شكر، والحمد لله والحمد لله اللي شفناه امبارح على النت وكلمناه، والحمد لله بقت يعني حلوه
هي كانت في حالة كانت فاقدة الأمل خالص، رغم ان احنا كنا بنطمنها ونقول لها الناس كلها واقفة جنبك يا ماما، يمكن القريب قبل الغريب في السعودية والقنصلية المصرية الناس كلها كانوا واقفين معاها، بس هي كانت فاقدة الأمل بصراحة. بس دلوقتي يعني زي اللي اتولدت من جديد واحنا اتولدنا معاها من جديد والله. وبعدين اهل القريه بصراحه يعني وقفوا معانا واني بشكرهم كلهم بصراحه. انت كنت تشوفي الشارع عندنا امبارح، الاطفال قبل الشباب قبل الكبار، فرحه ما فيش بعد كده بصراحه. وكمينا نعيط من الفرحه واللي زرغت واللي عيط، مش مصدقين نفسنا. والشكر والفضل كله القناه دريم، هي القناه الوحيده الاولى اللي وقفت معانا وفجرت القضيه دي، ولولا الاستاذ وائل يعني ما كناش نعلم. القناه دي وقفت معانا، وربنا يخليك للغلبه يا استاذ وائل يا رب، ربنا يخليك للغلبه اللي في الدنيا كلها. بقول لها يا امي وحشتينا والحمد لله، عشان خاطر الناس بتحبك وربنا بيحبك، سخر لك ولاد الحلال كلهم وقفوا جنبك وطلعت بدعوات. الدنيا بحالها كانت، الدنيا بحالها والدول كلها بتدعي لها، وبنشكر كل اللي وقف جنبها وساعدها وظهر براءتها. وحشتني يا مساعدية، وحشتني مساعدية، تجيني بألف سلامة وتنورلنا الدنيا. احنا وصلتين لسيسة عادية طلعت لنا بالسلامة. يا أمي يا حبيبتي تجيلي بالسلامة وتنور بيتك وجيرانك وحبايبك وكلهم، ربنا يخليها لنا يا رب. كلنا مبسوطين، وكان الشارع كنتوا تاجوا امبارح تشتروش والملح ما تنزلش. كل الناس مبسوطه ان هي تقعد بالسلامه، وساعه ما شفناها على النت كده كلنا كنا مبسوطين. اقول لها الف الف مبروك يا حاجه سعديه، وربنا يجيبك بالسلامه لنا يا رب. طبعا بقول الحمد لله على سلامه الحاجه سعديه والحمد لله، والف الف مبروك لنا ولاهل القريه كلهم جميعا، وبنشكر كل من وقف جنب الحاجه سعديه، وطبعا كانت فرحة كبيرة قوي. والف الف مبروك والحمد لله طلعت بالسلامة. الف 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 مبروك لأم سعدية وتجينا بألف الف سلامة. فرحة المظلوم مفيش زيها، لأنها بتكون نابعة من آلام. شوفوا الناس دي خلال الأربعين يوما الماضية عاشوا حالة من الآلام. تخيل أنت قاعد كده، إلحق أمك مسكوها بمخدرات يعني، وأنت واثق يقينا أن والدتك دي وأن أمك يعني هي منبع خير وصدق وطهارة. يعني مين ممكن يتحمل ألاما بالشكل ده ويعيش ازاي؟ يعني ما الناس دي والله ماتوا ببطء كل يوم. عشان كده شايفين فرحة المظلوم ما أبدعها وما أجملها، يعني لأنها نابعة من ألام شديدة ومن إحساس بالحزن والخطر، فلما ينقلب إلى فرحة وانتصار بهذا الشكل يعني ما أحلاها من فرحة. يعني احنا تبنينا هذه القضية منذ بدايتها لأنها بمثابة نموذج لكيفية التضامن مع المظلوم، بشرط إنك تتأكد إنه مظلوم. يعني للحس الإنساني كان ممكن إنه يكون يغزلك في هذه القضية، حسك بس مش ممكن يغزلك أبداً في انك ما تتوقعش ابدا ان الحاجة سعدية ما تكونش مظلومة يعني، ولا الادلة والمعلومات اللي قدامك يعني. وصدفة كمان المكالمة اللي تم تسجيلها للسمسار الشيطان اللي اداها الشنطة وهو بيفاوضهم، وايه يعني الشنطة ما فيش فيها حاجة تطمنه. فالحقيقة القضية دي قضية نموذجية في كيفية الوقوف مع المظلوم والتصدي للشياطين، ومن كل الأوجه، سواء المصريين هنا أو في السعودية، سواء السفارة المصرية، القنصلية المصرية في جدة، أو مؤسسات الدولة المختلفة يعني، أو السلطات السعودية بكل مؤسساتها، تعاملوا مع هذه السيدة على إن الست مظلومة، بس احنا بنطبق القانون.
لكن هنحاول ان احنا نتوازن بين تطبيق القانون وبين ان احنا نعملها معاملة انسانية تليق بكونها مظلومة الى ان تنتهي الخطوات والاجراءات القانونية ووقتها ينتهي كل شيء. يعني خلوني وانا بختم الفقرة دي كمان معايا الاستاذ محمود شكل المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، وهو من المصريين ايضا اللي سندونا في السعودية في هذه القضية، واللي كمان كانوا مساندين للحاجة سعدية. استاذ محمود اهلا بيك. اهلا استاذ وائل، اهلا بحضرتك يا فندم، والف مبروك لنا جميعا. الف مبروك علينا كلنا وعلى الشعب المصري. يعني النهارده بجد ذوق الفرحه كبيره جدا للكل. يعني كنا النهارده بنتكلم بنقول لا فعلا التكاتف مع المجتمع مع مؤسسات الدوله ادي النتيجه قدامكم. وبرضه لا ننكر الدور الكبير مؤسسة المملكه العربيه السعوديه. الامر كان بسيط، جيبوا التحقيقات وتم الافراج عنها. عبد الله المنزلاوي قبض عليه، اتحقق معاه، راحت التحقيقات اثبتوا براءه الست، في نفس اللحظه خرجت. فده دل يدل ان النهارده ان الرساله وصلت للجميع. عندما تتكاتف المجتمع المصري مع مؤسسات الدوله مع الشرفاء امثال حضرتك من الدوله، البرامج الاعلاميه مع مواقع التواصل الاجتماعي، ادي النتيجه. ضربنا مثل كبير جدا في الانسانيه وفي الرحمه وفي التعاون، كل ده اثمر في النتيجه في الاخر بخروج الحاجة سعدية. الحمد لله يا استاذ محمود، وبشكركم جميعا، وان شاء الله. أنا اللي بشكر حضرتك يا زوائي العشيرة مساء. يعني لا أحد يستطيع أن ينكر طبعا دور ناس كثيرة جدا والسفارة والعاملين بالخارج. والله عايز أقول لك هي قضية مجتمع، يعني هي قضية مجتمع، المجتمع كله بالتأكيد بالتأكيد. طبعا حتى الناس كل يوم كانت بتسألنا هو أنتوا عملتوا إيه في قضية الحاجة سعدية، فنقول لهم والله بنتابعها يا جماعة. لازم يا أستاذ وائل، يعني العشيرة مساء أكدتها في كل مرة أنها صوت الحق وصوت العاملين بالخارج، لدرجه ان احنا كنا عاملين كنترول بره مع الاستاذ وائل العلي ومع ناس برضو من الجاليه المصريه بنتابع، بنحاول نقدم خدمات، بنحاول ان احنا نوصل حتى محامي سعودي المرحله اللي كانت تبقى بعد كده نتدخل في القضيه بشكل رسمي. لكن انا عايز اقول لحضرتك يا زوائل، نتمنى طبعا، ودي رساله للكل، ان الايام اللي جايه دي يبقى برضو في تكاتف مع بيت اخواتنا المصريين، لان في عدد برضو لا يقل عن 32,000 مصري بره في الخارج في السجون. نتمنى ان هناك يكون في مبادره من العاشره مساء بالتعاون مع وزاره الهجره السفيره نبيله مكرم، بالتعاون مع العاملين بالخارج، ونبدا مع بعض في شهر رمضان الكريم ان شاء الله تعالى نستطيع. والحمد لله حمله اعفاء جمركي عملتها وافرجت عن سجين مصري دفعنا له ديه 300,000 ريال. الكلام ده لسه ما فيش 20 يوم، فالحمد لله تعالى بالتكاتف المجتمع مع مؤسسات الدوله النتيجه بتكون شيء مشرف وشيء ايجابي. ودي ان شاء الله، وهننسق ده معاكم ان شاء الله يا استاذ محمود، ونشوف ازاي نتبنى هذه المبادره. انا بشكرك الف شكر. هنبقى نكمل معاكم، لازم قضية الحاجة سعدية تاني وتالت وخامس. كن مظلوما فتنتصر زي ما قال غاندي عن ما تعلمه من الحسين يعني. لكن مش معنى كده انك يعني تنزل الصبح تقول والله لما اكون مظلوم. فأي حد، الست نفسها بتنصح الناس استفيدوا من هذه القضية اللي هي الأوجه اللي أنا تحدثت عنها منذ قليل. بسرعة قبل ما أطلع فاصل، في قضية أيضا اشتعلت في جامعة دمنهور بسبب أحد الأساتذة في الكتاب بتاعه، كتاب دراسات في تاريخ العرب المعاصر من تأليف الدكتور أحمد رشوان، كان بيتكلم عن الشيخ الشعراوي. فالحقيقة ده استفز الطلاب. هو كتب يعني يا جماعة، هو طبعا مفيش مانع ان في باحث يمكن ان يوجه انتقادات للشيخ الشعراوي، ما يعني مفيش مشكلة، انما هي بس القضية في استخدام يعني لغة الشتائم. يعني ده استفز الطلبة والأساتذة، وفي تحقيق يتعلق بهذه القضية. احنا قابلنا الطلبة وقابلنا المسؤولين وحولوا القضية للتحقيق. الناس استفزهم ان الشعراوي يتقال عليه، هو قال طبعا عامل تحليل كويس جدا عن التطرف و و و وكويس، وبعدين بيتكلم حتى عن الناس اللي يعني المهم الجزء اللي هو متعلق بالشيخ الشعراوي، قال انه ايضا كما شاهد
عهده، بيتكلم ظهور أكبر دجالين في تاريخ مصر الحديث، أكبر دجالين في تاريخ مصر الحديث هما الشيخ متولي الشعراوي والداعية عمرو خالد، اللذان عملا بكل قوة عن قصد أو بغير قصد في تغذية روح الهوس الديني لدى الشعب المصري وتدعيم طيار الإسلام السياسي معها، وهكذا سيطر الإسلام السياسي وامتد حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990 وتحول كثير من دول العالم إلى الديمقراطية. فقد ظلت مصر بعيدة عن كل تلك المؤثرات الدولية بحكم طيار الإسلام السياسي يحكم طيار الإسلام السياسي أنيابه عليها كالثعبان القاتل. هي الناس طبعا اعتراضهم، أنا لسه بقولك مفيش مانع أن باحث يوجه انتقادا لمنهج الشيخ الشعراوي، مفيش مشكلة، إنما الحقيقة يعني أكبر دجالين فيها قسوة وعنف لفظي وإهانة استدعت هذه المشاهد اللي هنشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مزيج من الغضب والاستنكار ساد بين طلاب جامعة دمنهور بعد الإساءة للشيخ محمد متولي الشعراوي على لسان أحد المدرسين بالجامعة في أحد كتب. أنا كطالبة في كلية دلوقتي سمعت الموضوع من على النت واتشهر، فأنا في محافظة البحيرة، موضوع الشيخ الشعراوي ده يمسنا لأن احنا أقرب للقرى والأقرب للفلاحين، فالموضوع ضايقنا جدا، وكنا مستنين اللي هو لقينا هوجة كبيرة جدا للناس والناس بتتكلم، وده الشيخ الشعراوي قدوة لينا ومثل أعلى كبير لينا، فإحنا كلنا مستنيين رد حازم وقرار حازم ينزل زي ما نزل الخبر ده، ينزل زيه على النت ونعرف إيه اللي هيحصل في الفترة الجاية، ورد اعتبار للشيخ الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي ده علامة، وطبعا كلنا بنتعلم منه، واللي حصل ده ان رئيس الجامعة ورئيس القسم اتخذ موقف ضد الدكتور أو ضد اللي عمل المادة، وتحولت موضوع المادة تحول هو تحقيق، ده اللي سمعناه، وان الكتاب هينسحب وان شاء الله هيتم اتخاذ اجراءات ضد هذا الخطا في الشيخ محمد متولي الشعراوي. في الحقيقه انا مستغرب جدا الموضوع ده عن الشيخ الشعراوي، وان هو سبب في تخلف الحضاره الانسانيه. مش معنى ان بلدنا بتمر بارهاب او تطرف فده يكون سبب للبعض اللي احنا نشوه رموزنا الدينيه. ازاي ان دكتور يتكلم عليه بالطريقه دي مع ان الجامعه بتقوم بدورات تربيه وتنمويه ان هي تفهم الناس ازاي الوعي السياسي، ازاي ان هم يتكلموا مع رموزهم، وده رمز من رموز مصر وما ينفعش الكلام ده، بس احنا اول مره فعلا نشوف حاجه زي دي موجوده في الجامعه. تعمل اللي حصل للشيخ الشعراوي ازاي يتهموا بالاتهام ده؟ يا جماعه الشيخ الشعراوي ده رمز من رموز الاسلام والمصريين كلهم. يا جماعه ده امام دعاء، يا جماعه انا لحد دلوقتي مش قادر، انا لحد دلوقتي بتكلم معاك ومش قادر اصدق الكلام اللي بيتقال عليه، واقف قدامك وبسجل مش عارف الكلام اللي بيتقال عليه ده اتقال عليه، اتقال عليه ازاي؟ لن نسمح بهذه الاساءه او الادانه، نحن دين واستنكر ما حدث من عضو التدريس، وتم تحويله على الفور للتحقيق القانوني، التحقيقات القانوني او الاجراءات القانونيه المشدده ان شاء الله باذن الله، وسنوفي بيها. الحاجه اللي بعد كده الاجراء خدناه تم ايقافه على العمل، الحاجة اللي بعد كده تم سحب هذا الكتاب نهائيا، وتم تغيير المحتوى عن طريق القسم، لان اتعمل مجلس قسم طارئ وتغيير هذا المحتوى. الحاجة اللي بعد كده احنا لن نسمح باي اساءة لرموز الازهر الشريف. زي ما قلت لكم يعني من حق كل الباحثين والكتاب ان يبقى عنده وجهة نظر ويوجه انتقادات، انما انا قلت لكم انه يعني اكبر دجالين شوية، يعني ربما
الغضب كان شديدا جدا فيما يتعلق بالشيخ الشعراوي. هو كان بجمع كمان بين الشيخ الشعراوي وعمرو خالد واعتبرهما معا أكبر دجالين، وبالتالي ده استدعى غضبا في أوساط الطلاب والأساتذة، وتم إحالة الموضوع للتحقيق. طلع فاصل، وبعد الفاصل هنناقش معاكم قضية انتوا أكيد بتشوفوها كثيرا يعني، وهي استفزت الكثيرين، الأفراح الشعبية. الفرح الشعبي يعني قديما كان بيبقاله فيه طقوس شوية شعبية وعائلية، رقصة موجودة وكله يعني، لكن لما تشوفوا ما يحدث الآن استدعى غضبا شديدا يعني، وأدى حتى إلى أن البعض لما بيشوف ده بيقول يعني كيف يمكن الصمت إزاء ذلك يعني. احنا هنناقش القضية معاكم وفقا للتحقيق التلفزيوني اللي هنزعه لكم، اللي سجلنا فيه مع أطراف مختلفة، وهنناقشها بأوجهها المختلفة، إيه اللي بيوصلنا لهذه الحالة. احنا كنا ناقشنا معاكم حتى كل ما يتعلق بالعادات الاجتماعية والطقوس التقليدية المتعلقة بالزواج والمغالاة والعفش والجهاز والمهر، كل هذه الأمور يعني ناقشناها معاكم. استكمالا لها كمان الفرح الشعبي، كل الانتقادات التي توجه إليه هنناقش ده معاكم بعد الفاصل. احنا اتولدنا لقينا فيه فنانين، في ناس بتنقد وفي ناس بتحب الموضوع. في افراح شعبي بتتكلف كتير جدا، في افراح بتعدي الملايين، معظم الشباب عايزه كده. فالنهارده انت لو قضيت على الناس دي مره واحده تحصل مشكله. في رقصات بيطلعوا زي مايو باكيني. ما هو انا بقى بخاطب ناس في الشارع. تجاوزات في كل حاجه، التلفزيون فيه تجاوزات اكتر من الفرح. اللي عليه المسؤوليه هيبقى لا متعهد الفرح لا رئيس الفرقه. الفرح الشعبي ده طول عمره من سنين ويامه الناس في الفرح الشعبي عمالقه غنت في الشارع. الافراح بتاعتنا احنا بنشتغل في محلات، بنشتغل في نوادي، بنشتغل في قاعات، بنشتغل في الشوارع. المناطق الريفيه فهم ما عندهمش قاعات، فهم بيعملوا افراحهم في الشارع، فافراح في الشارع مختلفه عن افراح القاعات. الرقاصه قبل القايمه، يعني ممكن يقول لك هتفق في الفرح هتجيب لي كام رقاصه على المسرح. عادة زبون يطلب يقول لي كده انا عايز نمرتين لابسين قصير وبتاعه، فانا بجيب له على حسب مواصفات اللي هو عايزها. هو بيقعد يتفرج على النت، فاللي بيعجبه بيقول لي انا عايز فلان، ببدا اشتغل على فلان اللي هو طالبه. وتلاقي بقى موبايلات تطلع وناس تصور والفيديو يصور، وتلاقي الموضوع بقى تاني يوم على اليوتيوب، واليوتيوب يعمل مشاهدات، والناس بدات تتجه ان هم يقلدوا ان الفيديو ده احنا عايزين انيل من كده. هو بينزل بال15 رقاصه بال20 رقاصه وممكن اكتر، وممكن فرح تلاقي فيه اثنين. برضو حته الرقص ديت لها عمر، فالغنى ممكن يستمر شويه يعني، الواحده لما تغني تقعد شويه. هو صاحب الفرح جايب اي حد، او هو جايب اللي هو جايبه نتيجه عن اللي شافه. في بنات في المهنه بتاعتنا يعني ربنا يهديهم،
بيعملوا مثلا غلط فدي بتسوء لنا كلنا، زي ما تقولي الحسنه بتخص السيئه بتعم. انت تنازلتي مثلا وطريتي ولبستي بدله رقصه، ده اخر تفكيرك في التنازل؟ لا، كفايه لغايه كده، المجتمع لازم يوفر لها الحمايه بقى. فبيطمع المشاهدين ان انا جايب فلان وفلان وفلان وفلان، وجايب عازف فلان، وجايب مطرب فلان، وجايب مطعم بقى الموضوع بعشرين رقاصة. فطبعا الناس اللي قاعدة فبتتفرج على عشرين رقاصة، تخيل انت عشرين رقاصة على يعني زي بقولوا كده على وش المسرح كده يعني، فانت تتفرج هنا وبتتفرج هنا، عارضات أزياء. وملابس مش كويسة يعني، في الوقت في رقصات بيطلعوا زي مايو باكيني، حاجات طبعا جنسية وحاجات كده ضد الأباحية فعلا، ان احنا الواحدة انما حركات بالإيد والكلام ده عيب طبعا. في ناس كتير قوي مش فاهمة ايه الفن في الموضوع، مع ان هو يعني في رقصات كتير زي مثلا رقص الباليه، ده برضو نوع من الرقص تمام، بس الفكرة كلها الحركات مختلفة. فليه الرقص الباليه هو معترف بيه كفن لكن الشرقي مش معترف بيه كفن؟ انا بحب الرقص بس انا واخدها كوظيفة ليه، انا مطربة رقاصة بشتغل اي حاجة ربنا اللي هيحاسبني مش البني ادم. في ناس فينا وحشة بتوحشنا لسه، نظرة الناس للراقصة عموما مش مظبوطة قوي، فعلشان هو يشوفها لايف قدامه تمام، فده ممكن يخليه يتصرف تصرف هوجاجي او غير اخلاقي يسيء ليها يعني. مش سمعة ولا حاجة، والناس بتاكل عيش، مالناش دعوة الوحش وحش والحلو حلو، المطربين مالهاش دعوة. انا عن نفسي بخش اعمل نمرتي باخد بعض وامشي. لو في شغلانه خلاف كده كنت زمان اشتغلتها وقعدت منها. اجيب الناس دي افهمها حتى قبل الفرح، ما في كل مش فيه تصاريح للفرق والحاجات دي، انا بدي له التصريح اقول له ما تتجوزش كذا وكذا وكذا وكذا. انا بنزل من على المسرح ببقى ست بيت وببقى ام. انا ليا ابني في ثانويه جالي مره كان نفسيته تعبانه، فانا بقول له مالك يا سيف زعلان من ايه كده؟ قال لي لا يا ماما ما فيش اي حاجه، كليب بتاعك كان معروض، فانا اصحابي بيقولوا جميله وكده، فانا رديت قلت لهم دي امي، قلت له ده وانت زعلان؟ قال لي يا ماما انت بالنسبه لي الهرم الرابع بتاعي. من هو المتسبب في ان الظاهره دي تكبر وتتفاقم؟ من غير فن ومن غير رقص ومن غير غنى ما يبقاش فرح. حلوين الصراحه ورقصهم وجسمهم وكل حاجه فيه. سلوكيات المجتمع وصلت لدرجه صعبه. لو هم جايين ببدل طويله، فساعات تلاقيهم بيقول لي لا انا مش عايز بدل طويله. بيتصارعوا طبعا ان هم مين تبقى عريانه عن الثانيه ويكسبوا، كل ما كانت لبسها خليع شويه بتكسب. بتبص تلاقي كذا ترابيزه بتاع، بتبص تلاقي تحيه خاصه، ممكن ده 10 ممكن ده 5. انا بقبض 400 جنيه ما بيزيدوش عن كده، ما يعملوش حاجه، بدفع كل شهر 1500 جمعيه وعلى قصاد بردك بسدها. ممكن اقعد ساعه باخد 150 جنيه. مين يكون مثلا اعلى واغلى مهنه في مصر؟ انا افترض مثلا مهندس في شركه بترول مثلا، او دكتور مثلا طبيب، مش هياخد الاجر اللي بتاخده رقاصه في اليوم. في رقاصه ممكن تروح ب 10,000 جنيه في اليوم. انا فاتحه بيت وساكنه وعندي اطفال، ده اول حاجه. فبالنسبه للمحل، المحل مش هيقدر كل ده، فالفرح انا بعرف ان انا اخد اجر كويس منه. احنا نبطشيه بس صنايعيه، احنا نبطشيه بس صنايعيه. اضرب اضرب انت شوي.
في النقطة. التحية دي جاية من فلان الفلاني، بيحيي صاحب الفرح وبيحيي كل الضيوف اللي منورانا اللي مفيش منه، كينج والهرم، تحية خاصة ليه اللي بيصبح عليكم وبيصبح على كل الضيوف اللي منورانا. أحلى تحية لأحلى عريس وأحلى صاحب فرح في الدنيا. الشاويش عندنا كقدارة، بيقدم المطرب، بيقابل الناس، بيحيي العريس، بيحيي العروسة كده. في شوشية بتدور على الكلمة اللي تخليهم يشتغلوا بعد كده. كلام يعني ممكن يكون كلام مثلا عادي زي الرجل أدب، مش عارف كلام من ده. ممكن ايه؟ ممكن اجي على اعمل افيه، ممكن اجي على ازازة مقفولة زي دي وراح اعمل كده وهي مقفولة افيه بس. يعني مثلا يتقال مثلا تليفوني وانا حرة فيه مثلا، ده كلمه يعني. فتليفوني دي معروفه انها تتقال في وسط كلام انها مش تليفوني، فبتيجي معنى تليفون قال يعني اللي هو تليفون يعني، لكن هي مش كده يعني. ممكن انا اقول في بقى في خصني انا وفي جميل، اي في ممكن اقول ما حدش قدنا ما حدش زينا عشان احنا بتوع ربنا. الناس بتحب الحاجات دي. واول ما بقفل الافي الفرح بيولع. في المطربه مثلا لازم بتتغني بتعيش مع مثلا مع المزيكا، مع سواء في الفرق مع فرح مع العريس مع العروسه مع الناس، بس مش ما توصلش بقى ان احنا نعمل حركات احنا مش عيب يعني. الزبون طالما راضي يعني، صاحب الفرح طالما راضي بالكلام ده خلاص هو حر. انا برفض الكلام ده. يبقى في رقصات في اداره مسرحيه اللي هو بتسمع اللي هو بيسميه شاويش المسرح، اللي ممكن يلغي رقاصه، اللي بيلغي رقاصه في الشغل مش بيلغيها يعني بمعنى ملغيه. وهو اللي بقى في الفتره اللي احنا فيها حاليا هو اللي بيحيي الفرح. الناس بتبقى معزومه وجايه الفرح قاعدين، احنا بنبقى شغالين، بيطلع يرقص بنرقص معاهم، والمره الثانيه بنرقص معاهم برده، الثالثه بقى بيخنقونا احنا بنبقى طريقتنا في الكلام بنخلي الغفير وزير او الغفير السفير، وحد منقط مثلا ب 1000 جنيه. الظاهره دي بقت ظاهره صعبه جدا، ليها بعض السلبيات اللي ممكن تؤدي مشاكل كبيره في المجتمع. فيلم عبده موته والكلام اللي هو كان معمول دوت، الافلام السينمائيه اللي بوظت الشباب وبوظت الاطفال وبوظت الدنيا. جايين على افراح الشعب دلوقتي حاليا وعايزين يلغوها. هو يدوم معاش يعني، يدوا لكل واحد كل شهر 40,000 جنيه اللي بيتكلم ده عشان يصرف على عياله. يعني 90% يخاف يعمل ورق، يخاف يعمل الهويه المصنف لان عليه حاجه، اللي عليها قضيه، اللي عليها الاهل مش عارفين ان دي رقاصه. احنا جايبين قروض وحاجات، ان احنا جايبين ترابيزات وعده شيء بفلوس مبلغ جامد، فطبعا ما مش عارفين ندفعوا حسابها. ليه؟ ان مفيش شغل اصلا. ارتباط برضو حتة المخدرات واللعبة بالسلاح والرقص دي والكلام ده حتة التعبير عن السعادة. لازم مخدرات الفرح ده واجب، لأول ما يخش يقعد على الترابيزة لازم يديله حصته. يا عم ولع يا سيدي ولع، يا عم ولع يا سيدي ولع ولع. السينما المصرية دلوقتي بتجسد كل أفلامها في موضوع الأفراح، كل واحد عاوز يقلد الفيلم الفلاني، يقلد الفنان الفلاني. جمعيات الجمعية عبارة عن نقطة بتترد للناس في أوقات معينة زي ميعاد العزوم، فهو ده اللي بيبسطهم، فبيبتدوا إن هما يرموا الفلوس، وهو ده بالنسبه لهم هو اللي اساسا عاملين عشان الفرح او اللي بيسموها الجمعيه. دور النقابه ايه؟ ان لو بيتكلموا لو ان الرقاصه دي معاها تصريح، التصريح ده هو عباره عن الكارنيه ماشي، يبقى خلاص بتشتغل يعني. فطبعا لو هي مش معاها تصريح بتبقى مشكله. تجاوزات ممنوع، وتحط حاجات صارمه يعني وعقاب صارم. عبد الوهاب غنى في فرح شعبي، ورشدي كل طول عمره شعب الله يرحمه، وانديل طول الله يرحمه، ومار العطار والتلباني. يعني هو ما يتلغاش من الفقره دي يعني، كلها ناس بتاكل عيش وبرده زي ما بقول لك انا بيدخلوا البهجه على الناس.
مشاهدينا نحييكم من جديد. كما أؤكد دائما صناعة البهجة صناعة مصرية. كما نجيد الأحزان جيدا، لا نجيد الأفراح كمان، وعندنا طقوس مختلفة في أفراحنا. لو كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي، على مؤشر البحث جوجل، كتبت أفراح شعبية هيطلع لك ما يسميه البعض بلاوي، يعني بمعنى مشاهد لا يمكن أن تتخيلها، بيتم فيها الرقص بالمايوهات وأحيانا بالملابس الداخلية كمان. البعض بيقول طب ما هو الناس بتقبل على هذه الأفراح الشعبية، والعائلات هي اللي بتعملها، والأهالي بيتجمعوا فيها، فهي قضية مجتمعية مش قضية بس نوجه سهام الانتقادات للراقصات فقط. يعني تعالوا عموما نناقش القضية بكل جوانبها. ايه اللي دفع لكده؟ الفرح الشعبي كان موجودا في مصر طيلة العهود الماضية، وكانت له حدود معينة. الأسقف ارتفعت بشكل كبير إلى حد اتهام هذه الأفراح بأن مكانها بوليس الأداب. يعني تعالوا ما نهنش الناس ونقول كيف يمكن أن نناقش هذه القضية بجوانبها المختلفة. أقدم ضيوفي وأكون خضيته من ال ميادة البحراوي. ميادة أهلا بيك. أهلا. ميادة مطربة وراقصة؟ لا مطربة بس. مطربة بس. رشا احمد، رشا راقصه شرقيه. معايا كمان محمد شندي، محمد اداره مسرحيه. ايوه اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك استاذ. يعني ايه اداره مسرحيه؟ بتعمل ايه؟ يعني هو نبطش اللي بقى بالفرح مثلا. انت اللي بتهندس المسرح هو. ان شاء الله. يعني الليله دي كلها انت اللي بتدير المساله يعني. ان شاء الله، بس مش قوي يعني، مش للدرجه دي يعني. طيب. ما خلينا، ما احنا قلنا هي قضية مجتمعية يعني هنناقشها، ما هو الناس يعني الناس موجودة فيها والناس بتعملها يعني. السيد عبد الرازق صاحب شركة تصوير فيديو، اهلا بيك استاذ. اهلا بحضرتك. تصور الفيديوهات دي بيجي بناء على طلب الزبون، بيطلب مننا معدات التصوير نصور له الحفلة بتاعته. ودي اللي بنصورها. واحيانا في بعض الفيديوهات اللي على اليوتيوب لا دي مش كلها مش كلها بتاعت شركات تصوير. لا مش حضرتك، مش كلها شركات تصوير. في بعض الناس بتيجي صغير بكاميرا خاص بيطلع يصور الحفلات دي مخصوص عشان خاطر يصور رقاصة او يعمل مشاهدات على اليوتيوب. احنا ما بنرفعش حاجه من الفرح الا باذن صاحبها، صاحب الحفله هو اللي بيطلب مننا. بيطلب احيانا انك يقول لك ارفعها على اليوتيوب. تمام حضرتك، بيبقى اللي هو المتعاقد معنا هو اللي بيطلب الكلام ده. استاذ علي العرابي المحامي بالاستئناف العالي. استاذ علي اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. استاذ محمد حميد عازف اورج. استاذ محمد اهلا بيك. حبيبي استاذ وائل اهلا بحضرتك. استاذ هشام لاشين الكاتب الصحفي والناقد السينمائي. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بيك. خلينا لو سالتك في البدايه مياده، في يعني انا لسه بقول العائلات والاهالي في الحق بيعملوا ده. لكن ايه اللي بيخلي الناس تقبل او انها يستهويها تحب يعني انها تعمل الفرح الشعبي بهذه الطريقه؟ اللي زاد فيها يعني، خلينا اقول لك اكيد انت بتشوفي المشاهد يعني. تمام. ايه اللي بيخلي الناس تعمل ده؟ الناس دلوقتي حضرتك ممكن يعملوا فرح صغير كده، ما يجيبوش مطربات، ما فيش معازيم بتيجي خالص. والله العظيم زي ما قلت لحضرتك كده، يعني الفرح لو مش كده المعازيم مش هتيجي. ما بيجيش ده معازيم عندهم قله نقص. عندهم نقص. لو مثلا انا قعدت حضرتك شويه ايام كنت بطلع عيني ايه يعني، هي جات لي كده، كنت هقعد اسامي الشغل، فبقيت طالعه بكم طويل قوي مش عارفه ايه، قعدت 14 شهر في البيت. يعني لما حبيت انك الملابس تبقى معتدله قعدت في البيت. معتدله قعدوني في البيت، قالوا لي انت مش بتيجي عشان مش جايه تصلي حاجه، اتحجبتي بقوا يطلعوا يهونوني بالاسلوب ده. اهانه. فطبعا انا عايزه اكل عيش، عايزه اشتغل عشان انا معايا اولادي وعايزه اصرف عليهم، فانا لبست اللبس برده كل البنات بتلبسه في يعني مصر واسكندريه والحتت دي.
بس دلوقتي ما كانتش الرقاصه بتطلع ترقص. بس لبس يعني انا مثلا ما يعني اللي انتوا شفتوه ده يا جماعه مفيش فيه ولا مشهد من المشاهد الحقيقيه اللي تعبر عن مضمون الحلقه، يعني لانه ما ينفعش اللي انتوا شفتوه ده. ممكن تقول وايه يعني اللي احنا شفناه ده؟ لا احنا ما ينفعش نعرض اي مشهد من هذه المشاهد نهائيا، وبالتالي هنا المشاهد صعبه. يعني انا زي ما قلت هي مكانها بوليس الاداب على طول، من ناحيه اللي الناس اللي قاعده يعني في الارض واللي المعازيم والكلام ده كله، الاغاني بايحاءاتها، اللبس ب مين اللي بيغني اغاني ابيحه؟ مين؟ لا كلكم، كل انت سمعتني يا جندل اغاني ابيحه؟ في لكم فيديوهات كلكم فيها. انا لا سيبك من يعني حتى اللبس والاغاني كلها فيها اسقاطات، مش يعني ما هو خلينا بقى ما انت ممكن ما هو مش حيغني، هو بيعمل اسقاطات انت عارفه رايحه فين. من ناحيه ايه برضك فهمني حضرتك؟ ما هو مش هينفع اقولها، مش هينفع افهمك يعني. لا ازاي؟ لانك انت الشريك اللي معاها هو دايما هو اللي بيعمل بيوحي، بتبقى هي يعني هي مزدوجه مع بعضها، بيبقى على المسرح بتبقى مجرد ايحاءات بتبقى معروفه انها ايحاءات جنسيه طبعا، بتعلم اولادنا طبعا عادات وتقاليد مش كويسه. من مين حضرتك؟ مني انا؟ لا هو انت بتبقي انت شريكه مع بيسموه بقى شاويش المسرح. ماليش فيه. اللي شغال بقى ايه ماسك المايك كده وحطه في اماكن معينه ومش عارف ايه. لا مع مين؟ انا احنا ولا في الافراح اللي هي الثانيه دي مشكله. ده ارتستات ده حضرتك. دي عندنا دي مشكله. هم اللي بيتهاونوا. لكن هو في الناس اللي انت حضرتك بتقولي ان ما فيش معازيم بتيجي، لا ده بالعكس. فين ده حضرتك؟ الناس العائلات المحترمه جدا بتروح القاعات المحترمه وبتروح افراح فيها دي جي بس. تمام. دي جي بس. تمام. والعريس والعروسه باحترام. بس بنتكلم عن الفرح الشعبي. الفرح الشعبي ده قمه 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 اللي يعني ايه، مش عايزين نقول يعني ده قله ادب بتحصل، ما فيش احترام للمجتمع. بس ده اكل عيش حضرتك. الفرح الشعبي حضرتك ده مش اكل عيش، مش كل واحد يعمل حاجه غلط ويقول اكل عيش. ازاي؟ ما ينفعش يعني انا اروح اعمل وظيفه اي كلام واقول اكل عيش مش لاقي شغل. ايه الوظيفه اللي هي اي كلام؟ احنا عندنا احنا مجتمعنا بكل اديانه اديان سواء مسلمين او اقباط لن يقبلوا ولم يقبلوا اي حاجه مثيره للايحاءات الجنسيه في المجتمع بتاعنا. وايه اللي احنا عن... دينيا او غيره لازم نحافظ على عادتنا. بس مياده دي واحده يا جماعه اتفضل. بتقولي اكل عيش ما هو كلمه في منتهى الخطوره. ما هو كمان ما تاجر المخدرات بياكل عيش. لا بس مش تاجر المخدرات حضرتك. انت بتوجه الكلام ده ليا ولا لمين بالظبط؟ انا بقول عامه اللي احنا جايين نتكلم عليه. اللي احنا جايين نتكلم عليه انا بتكلم عن نفسي. انا بتكلم عن نفسي. لا انا بتكلم بخش الفرح. على ظاهره الفرح بيبقى في شريك للمطربه اللي موجوده او الراقصه اللي موجوده. هي مش راقصه، هي مش لاقيه شغلانه. حضرتك راقصه بالذات بقى في الارياف عندنا او هي مش لاقيه شغلانه فبتدور على اكل عيش فبتقعد تلبس عريان وتشتغل. ده عشان مش ايه كلهم كده حضرتك؟ مش كله. مش كله الاصوات ما في مهن حره محترمه. طيب ثاني حاجه لما تربطي ان المعازيم ما بيجوش الا انت بتتكلم حضرتك على واحد على منظر الافراح ومش كل الافراح بقى. انت بتقول ايه اللي خلى الافراح كده؟ ايه اللي الناس عملت خلتها تعمل كده؟ الناس اللي بتفرح هم بطريقتهم بعقليتهم شايفين هو ده الفرح بالنسبه لهم. احنا مش هنخش عقول الناس. ما هو حضرتك ما هو الناس يمكن ان تفرح بخلع ملابسها في مش الشارع. هرتب انا حضرتك، انا داخله فرح مش هرتب للناس، مش هرتب هيعملوا لي ايه؟ بيبقى باين بيبقى باين بيبقى باين على فكره. طريقه الفرح باينه. امشي؟ لا 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 انت لا يعني استنى يا جماعه الفرح كده امشي يا زوائل تمشي ده لان الفرح لا في ناس بتعتزل. في ناس بتعتزل. انا بقالي 3 شهور انا ما اشتغلتش بسبب ان انا لبسي كويس. يبقى انت محترمه تجازي عند ربنا سبحانه وتعالى. بص عشان لبسي كويس انا بقالي لا هو لازم اعري نفسي عشان اشتغل. ما ينفعش. انا بقالي 3 شهور فعلا ما اشتغلتش ومكسور عليا. دي واحده عايز اسمعك يعني المطلوب انك انت لازم تبقي يعني انت بتقولي بقالك 3 شهور ما اشتغلتيش. أيوة طب ما قبل 3 شهور كنت بتشتغل. أيوة يا جماعه ما انتوا كمان عند في لا بتشتغلوا في هذا الجو يعني يعني نفس هذا الجو باسقاطاته بالكلمات. احنا بنشتغل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ اخش انا احيانا بطلع حضرتك بخش فرح شيك قوي في قاعه كويسه قوي وناس كلاس قوي وقاعد بغني وبخلص اوردري. النمره الثانيه بروح الاقي ناس على الارض اقول لهم لا اللي هي افراح الشوارع دي مشكله. الاقي فرح في الشارع ده بدايته صاحبه بدايته ده. بص يا استاذ وائل
اللي صاحب الفرح ده من البدايه خالص بيوجب ازاي؟ بيوجب الناس مع الناس ازاي؟ بينا مخدرات في الاول كده والله. استني بس استني بس ترابيزات مفتوحه وبيوجب ايه؟ منور يا معلم يا باشا، منور يا باشا، ما انتوا جزء من شويه بانجو وشويه مخدرات قدامه، انت فاهم؟ انتوا جزء من الطقوس دي. ايوه طبعا. انت بقى اخر الليل بص اخر السهره بقى الناس سكرانه وناس كذا، كلنا بنعك. طيب عايز تقول ايه قبل ما اسال يا رشا؟ وجود الجمهور، احنا كتبناه فيديو بنلاحظ ده، وجود جمهور او تزايد جمهور بيبقى في الفرح اللي فيه مطربه ورقصه. مفيش مطربه ورقصه في الفرح. أيوة مطربين أيوة نفسهم بس. ما هو انا لسه بقول لك جدا لسه بقول لك الافراح الشعبيه طول عمرها ما كان فيه رقصه، لكن في الفرح الشعبي اللي بيحصل دلوقتي لا ده خارج جدا. انت شايف الرقص الشرقي بالمايوهات وبالملابس الداخليه؟ حضرتك مش رقص شرقي، حضرتك دلوقتي حاليا كبارين قالته في الشارع فقط لا غير. انت بتصور ما ده عايش من كده. حضرتك انا بتعاقد مع الزبون، ممكن ابقى عنده دي جي وممكن يبقى عنده فرقه برقصاته وبدون رقصات، دي شغلانتي حضرتك بصور فيها نهايه الفرح. طيب بتعتقد ليه الناس بتحب ده وانت بتصور؟ يعني ليه الناس حابه ده؟ حضرتك معظم الناس او معظم الجمهور اللي بيحضر في الافراح 90% منهم بيبقى جاي عشان خاطر ان في رقصه، جاي هيشرب السيجارتين بتوعه يعيش لحظته وبيقعد لاخر الليله. ممكن استاذنك؟ اتفضل حضرتك. انا هقول لك ان 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 ساعات بيحصل ان لما مثلا فرح مسمع قوي يا استاذ وائل، فرح مسمع في المنطقه على اساس ان جاي فيه مثلا عازف اورج وفرقه محبوبه او مشهوره او معروفه، او عازف الاورج اللي هو صاحب الليله دي كلها معروف مشهور محبوب الناس بتحبه، بتلاقي الفرح ملان مدروس ناس. لا 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 عازف عازف يا عم هيقول لك ايه الجنازه اللي انت عاملها لنا دي؟ لا دي موجود حاليا سوائل، موجود حاليا. لا لا انا عايش. هيقول لك يا بيطلع على الاوبرا انت جاي هنا استاذ وائل. انا عايش ده. انا شفت حاجات على الفيديو، الناس بتقول للالفاظ للي بتوع عشان يحمسوها. يعني هو احنا ايه؟ احنا قاعدين في الاوبرا، احنا قاعدين في أيوة يعني اللي هو يعني بس ده مش دايما اللي يكبروا يروح الفرح. بسطيها شويه. يكبر من حضرتك المطرب؟ ايه اللي يكبر؟ لا ايه المطرب ايه؟ انا بقول على بالنسبه لل حضرتك في بعض اللي هو رايح الفرح نفسه والزبون اللي رايح. احنا بنتكلم يا جماعه. ايه اللي يكبره ان هو يروح الفرح؟ ايه اللي يكبره يروح الفرح وهو مثلا فرح محترم ومش عارف ايه؟ انا مش هروح على فرح فيه ايحاءات وفيه كلام من ده. ايه اللي حسب الثقافه بتاعت الشعب؟ خلي بالك الافراح المحترمه احنا في بيئه، احنا في بيئه وفي مجتمع لازم نحترمه، لازم نحترم عاداته وتقاليده. لازم ابقى انا مش انت شغاله بس انا اقول لك انا اقول لك انا ضد ان انت تشتغلي شغلانه. لا ما فيش طب مشكله. طب مش الناس مش عائلات هي اللي بتعمل ده؟ عائلات العائلات المحترمه. العائلات المحترمه حضرتك مش اهل العريس والعروسه بيجيبوا الناس. مش هقدر اهيني الناس، انا هناقشهم، مش هينفع اقول انهم، انما في ما هو ده منتشر. لا انا بتكلم على افراح الشوارع بالذات يا وائل. بيض افراح الشوارع بيحصل فيها جرائم قتل اخر السهره، بيحصل فيها جرائم سرقه اخر السهره، ما بيروحهاش الا الناس المسجلين والناس اللي هم الشباب. تبص على الراجل ده بيصور فيديو، تبصوا في الاخر بقى نهايه الجمهور صفصف على ايه؟ صفصف أيوة على المسجلين وخاطر هم بيشتغلوا وعارفين الكلام ده. هو مستني بقى الرقصه. طيب اسمعهم بقى دي واحده يا باشا. انت صوت بس راشد. لا اكيد انت دخلتي انت جزء من افراح. انت بتقول انا يعني بس بتدخلي تلاقيه كده الفرح. ايوه طبعا. بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشوف شغلي، انا بشتغل وبخلص شغلي وبمشي. وبعدين على فكره انا مش اغلبيه شغلي بلبس بدل، انا ممكن اطلع بطاقه بادي وبنطلون الافراح. يجروا عن اغلبيه الافراح كده. انت عايز ذات نفس صح يا استاذ؟ لا لو سمحتوا مش هينفع حوارات جانبيه يا جماعه، ده هي بتتكلم. تمام تمام اتفضلي. ماشي اتفضل. يعني لا بس بتلبسوا اللبس؟ ايوه ماشي اوكي. انا بلبس عادي بدل عاديه جدا، بدل الشرقي العاديه جدا، البدل اللي هي المفروض اللي هي تبقى افراح الشارع. انما في غيري بيلبس. انا دي حريه بقى، دي حاجه ترجع لهم. انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم. وساعات افراح انا بحضرها ببنطلون وبادي، يعني مش في كل الافراح. ليه؟ عشان انا ده اكل عيش. لا يعني بس خلينا نكون واضحين يا جماعه، انت مش هتدخلي في الجو ده. ما هي بتقول بشوف بيقول لك بتهكموا عليها ويقول لها انت ايوه في بيطلبوا مننا يا بحجاب انت. ايوه ايوه دي حقيقه. توبي وبتاع. ما انا قعدت 3 شهور بسبب كده. انا قعدت 3 شهور بسبب اللي انا لبسي مش اللي هو اللبس اللي هم بيلبسوه. انا قعدت 3 شهور ما حدش راضي يشغلني. استاذ هشام تعتقد يعني ليه طفت على السطح هذه الظاهره؟ الفرح الشعبي كان موجودة وكان له سقف وحدود يعني، وكان في راقصة أيضا والناس بتغني، لكن يعني ما كانش في هذا الكم الكبير من الابتزال. إيه اللي وصل لكده؟
الحقيقة احنا قدام ما يشبه حالة من حالات الانفلات الاجتماعي في الشارع المصري. مش بس الافراح، الافراح جزء من هذا الانفلات اللي موجود في الشارع على مستويات عديدة. حضرتك تعلم انه مثلا كان من الصعب انك تلاقي حد بيدخن سيجارة مخدرات في الشارع، صعب، كان صعب جدا يعني، في اماكن غرز بقى بتاع حاجات كده. النهارده ممكن تلاقي ده بسهوله جدا على ناصيه شارع. المساله ليها علاقه بعدم وجود عقوبه حقيقيه لهذه المسائل. احنا معانا قانون. الحقيقه انا شايف انه المساله ليها علاقه بالحريه، حدود الحريه، حدود حريتك فين. الفرح الشعبي اللي بيتعمل في شارع او بيتعمل في حاره، ده بيفرض نفسه على جمهور بيسكن هذا المكان. سيبك من الجمهور اللي بيروح هذا المكان. انا هنا، ما انا بقول يا جماعه هنا مش عايز احمل الراقصه بس المسؤوليه. لا طبعا. عندي في جيران بيحضروا وفي عائلات ده مجبرين يا فندم، والعائلات بتعمل ده ومكبر الصوت، مش هينفع اهين الناس لكن هناقشهم اقول لهم ده طبعًا غلط، لانه بنتك ممكن يعني ده بالظبط كده. يعني هو كمان مفروض على الناس، انا مفروض عليا مكبر الصوت، مفروض عليا الرقصات اللي ممكن تكون خليه. انا في التلفزيون لو شفت مشهد مش مظبوط وجنبي بنتي او حاجه، استطيع ان انا بالريموت اغير القناه. لكن هغير القناه ازاي اللي انا قاعد في وسطيها؟ يعني ازاي انا في ساكن في شارع في فرح شعبي في كل التجاوزات، كل التجاوزات اللي حضرتك بتتكلم عنها موجوده في هذا الطقس الاشبه ببؤره يعني للانحراف. لا ده هو مفيش كلمه مش بالظبط تدخل في اطار العقاب القانون، كلمه واحده مفيش، مفيش حركه ايضا، مفيش ملابس الا وتندرج تحت بنود العقاب القانوني. بتبقى بيئه، مجرد الفرح ده ما بينعقد بيبقى بيئه جراثيم لكل الامراض اللي هي المجتمعيه، من اسلحه تلاقي عيال صغيره شايلين سيوف وسنج قد كده وبيتباهوا بيها، من افعال ناريه حاجات بالنار كده ويلعبوا بيها وحاجات كلام من ده. في عندنا ناس كتير جدا، حالات كتير جدا ضرب النار، بيبقى واحد عازم قرايبه ويلاقي قتل ابنه، قتل بنته قتل خطا، بيتباهوا بالاسلحه، الحاجات المحرمه كلها بيستتروا ويطوروا تحت الحاجات دي على اساس ان ايه؟ على اساس ان كده كده وحده المباحث او 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 الشرطه تقول لك انا مش هفسد على الناس. طيب. فرحتها كمدير بقى مش هفسد عليهم فرحتهم. ما تقننها حضرتك يا زعلي، خلي بالك الحاجات دي بتحصل بره الافراح اصلا، يعني اللي كل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بره الافراح. بس الشرطه بقى بتعمل ايه بقى؟ الناس بتقول ايه؟ احنا بنعمل الكلام ده فرح، الشرطه ما تقدرش تخش علينا، والشرطه تقول ايه؟ مش هنفسد على الناس فرحتهم. لو سمحتي لو سمحتي، يعني تعتقد الجو ده ما يعملش ما يمهدش الاجواء؟ ده هو اللي جاي عشان يعيش الجو ده بالرقص المبتذل ده، بالملابس المبتذله، بالايحاءات، بالدماغ اللي عاملها، دي اجواء جريمه يعني. فانت بتقولي ازاي بيع؟ لا هو ده انا قصدي حضرتك اللي ده يعني كل اللي بيحصل في الافراح بيحصل بره الافراح، يعني مش مبرر اللي هم يلغوا الافراح الشارع. يعني هم دلوقتي لما يجوا يلغوا افراح الشارع، معلش انا واحده زي هيلغوا الجريمه. انا هعمل ايه؟ انا معايا طفلين بصرف عليهم ومأجره وساكنه والكلام ده، يعني هاكل منين انا وولادي او هصرف منين؟ ومسؤوليه عليا. واسمح لي موافق على هاكل منين مفيش اي اسره اقول اكل منين؟ لا اروح اتاجر في مخدرات مفيش مبرر يا استاذ. الرزق واحد، الرزق واحد، والمهن الحره، المهن الشريفه كتير. كم من الجرائم ترتكب بس اي كلام لقمه العيش؟ كم من الجرائم والتجاوزات تتم باسم لقمه العيش؟ ده مش مبرر. حضرتك ممكن واحد مأجر محل في شارع بيفرش وبياخد الرصيف وبياكل الشارع تحت بند لقمه العيش، تاجر المخدرات بياكل عيش، بيوت البغاء بتاكل عيش. قصة يعني انا عندي رقمة العيش دي مش مبرر. ناس مسجلة بيثبتوا الناس بالعربية. طب قالت هذا التجمع ناس مسجلين، عشان بس ردا على الكلمة دي، ناس مسجلين سرقات يعني سرقة، بيروح يثبت العربية ويثبت كذا ويروح لزميله، ربنا رزقنا النهاردة الحمد لله، ربنا كرمنا النهاردة. يعني في باله ان ده رزق، بيعتبر ان ده رزق، في باله ان ده رزق، في باله ان ده رزق. لا انا ما خالفش العادات والتقاليد ومجتمعنا. ابن حضرتك لو شاف واحد وشايل السلاح وبيعمل كده بينزل يقلده. الحاجات الاطفال بالذات بتبقى في السن ده. يا جماعة لو سمحتوا يا برضه احنا موجود حاليا في السينما اللي في كل بيوت الناس، سؤال ان نشر الحاجات دي كلها الوسائل الاجتماعيه الجديده اللي هي التلفزيون وكلام كده، لا لا التصوير الموبايلات والحاجات دي كلها، هي الحاجات دي كانت موجوده من زمان بس كانت بتبقى على قد الفرح وعلى قد الحاره. دلوقتي اي حد بيصور بس وشير. حتى الفيديوهات اللي هم في الاعداد اللي متعلقه كمان دي، لا فيها يعني صحيح يعني مش في السقف بس هي في نفس السقف يعني.
ايوه فيها تجاوزات يا زوائل فعلا انا بتكلم يعني ايوه ماشي المشكله ده كله تقليل التلفزيون انا واحده من الناس يا استاذ وائل اقول لحضرتك على حاجه انا لو دخل كويس ليا ولولادي انا مش هشتغل دي اهانه احنا بنتهان برضه يعني هنيجي بس اصل انا مش عايز ما هو الراجل يعني قال لك تنتجوع الحره ولا بس في كل الاحوال يعني القضيه مش كده مش قضيه وعظ يعني احنا مش جايين احنا جايين نشوف هذه الظاهره كيف يمكن طب والزره اللي بتتحملها لنا كلها ولا احنا ايه لا ما عشان كده بقول لك العائلات مش انتوا بس يعني ما هو مش احنا مش مسؤولين عن حاجه احنا مسؤولين احنا بنخش نعمل الاوردر خلصنا اوردرنا بنمشي مالناش بقى دعوه مش همسك انا ابو العريس اقول له اعزم فلان ولا اعزم علان ولا اقول لك ما تجيبش لمؤاخذه يعني مشروبات ولا اقول لك ماليش لا بس انت من ادوات هذه الطقوس يعني ايه بنعمل ما انت بتمشي او بيجي حد تاني وهكذا وهكذا احنا بنخلي الراقصات النمره بتاعه الراقصات استاذ اسمح لي في التقرير حاجه عشان يتاني رابط الناس النمره الاخيره عشان الناس تعرف ده ختام استاذ هشام التقرير اسمحوا لي انا اللي التقرير في التقرير البديع الحقيقه هذا التقرير البديع لان انا بشوفه اقرب لفيلم تسجيلي جيد جدا عن هذا عن ذي الظاهره في التقرير ده في بيتقال كلام مباشر بيرصد حاجات بيجاوب على حاجات بيقول مثلا انه في على اليوتيوب مشاهدات عدد مشاهدات ناس بتصور افلام عشان تحطها على اليوتيوب فيعمل مشاهدات اكتر فيجي له فلوس تحولت الى نوع من التجاره تجاره ابتذال زيها زي افلام البورنو ايه الفرق انا بتاجر بفيلم عارف انه هيجيب فلوس كتير لانه فيلم عاري وده نوع اخر من العري ونوع اخر من الابتذال مساله تجاره الافيهات او الاسقاطات اللي حضرتك اشرت ليها اتقالت هنا تليفوني مش تليفوني بتاخدوا فلوس على اليوتيوب على اللي بينزل على لا انا يعني لما صورنا انا بغني حضرتك الاداء فيلم بورنو ده بيحصل مع الجماعه بيتكلم على حاجه ثانيه حضرتك فسر بس الكلام اسال بس المصور عشان حضرتك في مصورين بيطلعوا على اليوتيوب ده ايه تشوف تحتها كده عدد المشاهدات والالفاظ اللي بتتكتب عليها وكل ما تكون الايحاءات والالفاظ وال بتزيد عدد المشاهدات واللبس لما كان العنوان ساخن العنوان ساخن كمان المسؤول عن الكلام ده يتحاسب عليه كاميرا خاصه بتطلع مثلا عارفه ان في فرقه زي مثلا استاذ محمد حميد فرقه كبيره بيجي وراها ناس كتير بيجي عليها نمر كتير بيطلع بكاميرته خاصه يطلع يصورها انا كوحده فيديو عمري ما ارفع مقطع فيديو الا باذن صاحبه يعني معلش في الكلمه في بعض الناس او بعض الزملاء كفنانين بيتصل فيها مثلا لقى فيديو بتاعه وشكله وحش فيه او غنى فيه كويس وحش لو سمحت يا استاذ سيد اشتري الفيديو ده من عندك من على القناه عشان خاطر ده بيسيء او صوتي فبشتغله طيب الفيديوهات اللي انت بتنزلها على مين بياخد فلوسها انا اللي باخد فلوسها لان ده شغلي ده شغل على اليوتيوب انا بعمل اعلان لنفسي بناء عن طلب الزبون طب ما انت عنوان بصراحه بتحط عنوان شكله ايه لا العنوان اللي بحطه محتوى عنوان ساخن جدا عشان يجيب مشاهدات حضرتك لا هو كل واحد هيقول لك مش انا يا استاذ وائل يعني كل ما بتزيد الكلمات السوقية والإباحية وكل ما الإسقاط الجنسي يكون مش إسقاط يكون واضحا ومباشرا أحيانا تمام بتزيد فلوسك حضرتك احنا ما بندورش في النقطه دي انا بكلم انا برفع مقطع ما بتدور على انت بتدي حكم للناس يعني مش بدي حكم حضرتك بتوعز. يا استاذ وائل يعني ما بديش حكم بس حتى خلينا نخبط دماغي في الحيط لا انا ما بديش حكم لحد انا حضرتك انا ما بدورش على امال بتحط هتحط صاحب الليله نفسه بيطلب منك فيديو مين صاحب الليله نفسه اللي هو متعاقد معايا اللي هو صاحب الفرح نفسه اللي متعاقد معايا واعطينا اجر في الليله هو اللي بيديني الاذن والفلوس بتقول بتجيلك انت تمام حضرتك ما انا بقول لكش طيب. ما انكرهاش تكسب كويس كل ما تكون الملابس اشد خلاعه واكثر خلاعه حضرتك تكسب كويس كل ما حضرتك تكون الكلام ده الاسقاطات الجنسيه هل تتغذى هل تتغذى على لحم الراقصات وعلى قيم المجتمع حضرتك خد اسم القناه بتاعتي دور فيها لو لقيت فيها الكلام اللي حضرتك بتطلبه ومال انا يعني بقول لك انا ليه قناه في رقابه امال هلاقي في رقابه على الفيديوهات والحاجات دي بصراحه هتلاقي حضرتك الفرح اللي كان متصور اكتر من كده ما فيش لا في اسقاط ولا في كلام خارج ما هو مش مش محتاج ليله هو فرح عادي يعني مش محتاج اسقاط طيب انا طلب صاحب الليل اداره مسرحيه لا انت محتاج اسقاط والله مردود ولا حاجه والله اداره بتدير ده صعب جدا افترض واد عمل دماغه وطلع وعامل بتدير ده ازاي والله حضرتك احنا انا اولا بدخل الله يكون في عونك بجد انا بدخل مثلا ومثلا فرقه معايا زي الاستاذ محمد حميد مثلا بندخل فرح احنا قاعدين مستنيين مثلا عريس بيجي بنستقبل مثلا عريس انا بستقبله وبعد كده بقدم الفرقه اللي معايا بشتغل شويه مثلا يجي مطرب اقدمه بعد كده بقى بعد شويه الاقي مثلا صاحب الفرح طالع لي والنبي قدم لي رقصات اللي معايا انا جايب رقصات ما بنكونش احنا عارفين ساعات ما بنكونش عارفين اللي في رقصات معانا في الفرح خالص بيطلعوا بقى عاملين ايه
هو والله ببدل، في بيطلع ببدل وفي بيطلع بلبس تاني. لا في بيطلع ببدل وفي بيطلع بلبس تاني، مش كله او من غير هدوم خالص. مش هقول لك لا، في بيطلع ببدل وفي بيطلع كده. بس انا عشان اقول انت بتقدمهم طبعا، انت كانك بتقدم بقى انت هنا. انا مش انا في كانك بتقدم فاتن حمامه عمر شريف. في بلاد، في بلاد يا استاذ وائل لو انا ما قدمتش الرقصه ديت كويس، الرقصه ديت ما اشتغلتش يضربوك. وما يقبضش فلوس. ما يقبضش فلوس. والله العظيم كلمه استاذ وائل. والله بجد. والله استنى بس، انا والله الكلام معاه ممتع. والله استنى شويه بس هجي لك. والله العظيم في بلاد يعني مثلا انا اشتغل مثلا وكده ورقصه شغاله، اقول لي يا استاذ انت مش هتشتغل، انت مش هتشتغل ليه، ما تشتغل شغل. وفي حاجات اغاني مطلوبه لهم كده لازم مثلا انا والبنت اللي قصادي اقول لو ما قلتهاش لا انت ما اشتغلتش. لو رقصه اللي هي اغاني اباح يعني شبه اباحيه، مش اباحيه يعني. لا هي مش كل اباحيه. لا 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 مش كل. اصل انا بقول استنى بس استنى، ما اشتغلتش ايه ده، انت ما قلتش الحاجات دي ومزقت الناس الجميله اللي موجوده دي. مش انت راجل فشلت النهارده. ايوه مش ممكن ما تقبضش كمان. ايوه ما انا بقول لك مش هقبض. ولو وبعدين وبعدين لا 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 ممكن لو رقصه ما جاتش بالفرح ممكن ما نقبضش ولا انا ولا فرقه ولا ده مصيرك واقف على رقصه. اه والله ما اي حاجه لا تبتذل يا باشا. في بلد اه يعني هقول لك حضرتك قبل مثلا هي في الدقهليه، مش هنقول اسم البلد. هي في الدقهليه مثلا. البلد ديت انا قلتها حضرتك الرقصه قبل القايمه بتاعه العريس والعروس. قبل القايمه، قبل القايمه بتتم الاتفاق عليه. الاتفاق هتجيب لي كام واحده معايا على النص؟ ليه بقى العدد الكبير؟ لا ده في 12 وفي 20 وفي 23. وليه بالمايوهات وبالغير المايوهات؟ كل ما صاحب الفرح كده بس يعني اقول لحضرتك حاجه يا استاذ، بيبقى صاحب الفرح هو اللي طالب من المتعهد كده اللبس، عايزهم كده قدامه، عايز اللبس كده. ايوه انا عايز فلانه باللبس كذا، انا عايز فلانه باللبس الطويل. هو على حسب صاحب الفرح اسمها يعني. يعني مش ذنبنا اللي احنا هو طلب صاحب الفرح كده. في بنات بقى اسمها يعني السؤال يقول لك انا عايز فلانه وفلانه وتلبس كذا، بيجيب الرقصات وبيجيب الحشيش والمخدرات وبيجيبها ويحطها. ده دليل من طقوس لناس معينه، هي فئه معينه برضو مش كله. بس قبل ما بيجيب الحاجات دي بيتعهد. ممكن والله في ناس طبعا ساريه بتبقى معاها فلوس وعايز مش عارفه تعمل فلوسها فين، ويجيب المخدرات يتعاقد الاول معاها المخدرات كلها بجميع انواعها ويفرشها الاول. ده كيف الدواجن. انا بوجب كده مع الراجل اللي جاي للضيف بتاعي، والواجب بتاعهم في اخر الليل بقى خلاص كلهم بقوا سقاره. هو الايه طيب. قبل ما اطلع فاصل طيب انت بتتعامل ازاي مع تبقى واقف على المسرح مع الكلمه مع الكلام السوقي ده الاباحي ده انا يعني ما اقولها لحضرتك. انا بقف مع الناس فوق والناس اللي تحت اساسا ممكن تلاقي واحد طالع لي والنبي يا استاذ عايزين كذا ويشد من هنا ويشد من هنا ويشد من هنا ويشد من هنا. ما عملتش كده انضرب. ولو ما عملتش كده قول يا عم. في واحد في يوم طلع لي وقف لي بسكينه الساعه 3 بالليل قال لي لو ما كملتش الفرح هضربك. طب انا ذنبي ايه؟ طب خلاص كده ما عادش هيقول لك لا احنا لسه ما اتبسطناش الساعه 3 بالليل مثلا، احنا شغالين عرس محمد من 9 بالليل، احنا لسه ما اتبسطناش، احنا لسه هو الصبح. انا كنت عايز اخش في الجزئيه دي. احنا لسه يعني ما اتحظناش يعني عايزين نتحظ. احنا بنبقى تحت امر صاحب الفرح. عايزين ايه؟ يتحظوا يعني يكونوا محظوظين يعني مزاجهم حلو اهو محظوظين وكده. ايوه احنا بنبقى تحت امر صاحب الفرح يعملوا كذا. عشان كده بيسموا الفرح يقول لك انا رايح حظ. انا رايح حظ. ساعات كده واحد يقول لك انا رايح فين يا ابني؟ روح من جميع انحاء. والله العظيم السؤال بيسموه حظ يعني على اساس حظك حلو الليله يعني. حضرتك واحد في يوم مشكلتي بقى الكلام ده الكلمه دي مشكلت انا واحد في يوم من الفرقه اللي ورايا اللي شغاله قال لي والنبي يلا يا محمد عشان ايه كده كفايه الساعه 3. قلت له ماشي خلاص. لقيت واحد طالع جنبي بسكينه هو قال لي يلا خلاص دي لسه. طب الكلام اللي انا ده مش ده في المنطقه عامه يعني الكلام السوق والاباحي ده بيطلع ازاي؟ هو والله مش مع كله يعني. انا بشتغل في قاعات وبشتغل في كده مش ثابت ان انا فرح شعبي في شارع. انت تبع الفرقه شوش تبع الفرقه؟ لا انا بس انا لوحدي تجليات يعني الواحد طلب لوحده. لا ممكن تعمل افيه مثلا جديد كده يقوم طالع مثلا يبقى جميل ده ممكن الواحي يعني بس نازل مش اللي انا كده. انا اصل انا بقول لحضرتك انا بعتقد يعني انا برضو مش اللي انا اوصل الكلام للناس اللي قاعدين تحت كلام اللي انا اقول لهم انا قليل ادب مثلا او كده، لان بعتقد اللي تحت دول اختي امي ده مؤخر السهره دي يا عم انت اختك وامك. لا انا بتكلم عامه يعني انا مخور يا لا انا ما بتكلمش في الوصله دي يا عمنا انت بس انت لا انا بتكلم حضرتك عليه انا عمري ما اوصل الطريقه والاسلوب اللي انا اقول كلام زي ده بتقولها بطريقه مستهترة. اسمح لي انت محسسني ان ما انت قلت ان انا لو ما ابتزلتش معاهم في قبض ممكن ما قبضش فلوس هيضربوك. واتضرب عادي في بلاد كده. خدت انت كام علقه لغايه دلوقتي؟ لسه ولا علقه لغايه يعني. طيب هطلع فاصل بس وبعد الفاصل هنكمل معاكم
هنشرك المشاهدين معانا لانه ده يا جماعه بنشوفه في كل محافظات مصر وفي كل الاحياء الشعبيه، والناس جزء من هذه المهزله. مش هحملها للي بيرفعوا شعار احنا بناكل عيش منها يعني، وطبعا ده يعني ليس مقبولا ايضا، لكن الناس جزء من هذه المهزله. في مجتمع عاوزها كده والناس بتتنافس، وانت قلت لي قبل القايمه ويعني بيشترطوا عايز عرسه 16 سنه 14 سنه يا ازواق، يعني هم عايزين الفرح كده. هطلع فاصل وهكمل معاكم. مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم نناقش هذه القضية بموضوعية شديدة لأنها قضية موجودة في المجتمع. الأفراح الشعبية المنتشرة في الأحياء الشعبية وفي كل محافظات مصر، ويبدو أنها كمان أصبحت شرطا من شروط الفرح زي ما بيقول ضيوف اللي بيشتغلوا في ده، يعني بالإضافة إلى أن الناس بتتنافس مين اللي يعمل فرح يسمع أكتر من التاني. طب يسمع إزاي؟ كل ما يكون حجم الابتزال فيه أكبر وكل ما يكون فيه الخلاعة في الملابس أكتر يبقى الناس تتنافس بهذا الشكل. هنكمل معاكم، هنتلقى أيضا اتصالاتكم، هنشرك المشاهدين معانا في ده لغاية ما ناخد اتصالات كده بسرعة. رشا، عايز اسألك، بيبقوا الأعداد كبيرة كده بيجوا منين؟ أعداد إيه؟ الرقصات؟ يعني بشوف على المسرح في الفرح كده أحيانا 12 و20 و25 في أحيانا 2 3 لكن وكمان الكلام اللي بيتقال مين اللي بيألفه؟ والله هقول لحضرتك هو مش ابداع يعني عشان اصل تعتقد، لا يعني انا اقصد مين اللي بيقعد كده يعمل دماغ ويعمل اسقاطات جنسيه بهذا الشكل؟ يعني انت عارفه يعني احيانا يقول لك ايه ده انا بقصد التليفون وهي ما بتقصدش التليفون، بتقصد حاجه ثانيه يعني. والله هو مش كل الرقصات، وبعدين انا بنبقى لا انا مش بسالك في كل، مين اللي مين بيصنع الكلام ده؟ انا ما اعرفش مين بيقعد يالفه. ما اعرفش بصراحه لان انا ما اتحطتش ما مسكتش انا مايك، ما عملتش انا كده قبل كده. انت بس من اللي بيعدوا كده؟ شغلي بس شغلي. وبعدين اغلب يعني بيبقى 20 بنت على المسرح، انا ممكن اعرف واحده بس، ممكن اعرف يعني. انتوا ما تعرفوش بعض؟ لا ما نعرفش بعض، ممكن نتعرف على بعض واحنا على المسرح بس. ده كتفك يخبط فيها كده وانتوا على المسرح، انت منين وزيك بس كده تعارف على المسرح، كانوا اتنين قابلوا بعض في قطر يعني. بالظبط كده. والله ده حاجة. أيوة دي حقيقة. فعلا؟ أيوة بجد. وتاخدوا تليفونات بعض وبتاع انتوا مين مش عارف ايه وأفراح؟ لا مش بناخدوا تليفونات. أنا بتكلم قصدي في إن يعني إن اللي أنا كنت معتقد ال 20 اللي بيرقصوا مع بعض دول فرقة يعني. لا لا. لا. بيكلموكوا كده؟ كل متعهد بيبقى مثلا ممكن يكون جايبني أنا بس، ممكن يجيب اتنين بس، يعني كل متعهد بيبقى جايب اتنين تلاتة أربعة. يعني مش واحد بس اللي بيبقى جايب المجموعه دي كلها. طيب يا مدير انت بتهندس انت مين اللي بيقعد يعمل الجمل الاباحيه دي بجد بصراحه يعني؟ مين بيصنعها؟ وهيقول لنا المصور برضو. طبعا يعني هي في اغاني معينه كده مثلا زي مثلا بتطلب اغنيه اسمها مثلا ايه اللي شرطه عينه بتجنن. اوعى تقول حاجه احنا على الهوا. لا لا اللي شرطه عينه بتجنن. اللي شرطه عينه بتجنن دي اغنيه قديمه، فالاغنيه دي بتتاخد بقى تتقسم مثلا انا اقول كذا انت تقولي كذا. هو هي مش اغنيه، هو زي منولوج كده. منولوج كده شعبي قديم من التراث. بيتقسم بقى مثلا ايه، طب هي هتقول كذا انا اقول كذا بس. بيتقطع يعني فكانك بترص حشيش كده. لا 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 مش دعوه حشيش، عادي المونتاج يعني. لا هي بتبقى مش دعوه بالحشيش. طب لا طب الاباحيه بقى بتعملها ازاي؟ ما ده يعني انا عايز اقول كيف تصنع هذه السوقيه اللي احنا بنشوفها. أنا والله مش نعلمها لا كيف تصنع والله. عشان نشوف كيف يعني لو في ناس قاعدين في المجتمع مخصصين لكده عشان يفسدوا اخلاق المجتمع، في ناس كده مخصصه للحاجات اللي زي دي لانه عارفين ان بدايتها هي دي. طيب خلينا نسال الاستاذ حماده طلحه وهو من صناع الافراح دي واحد اصحاب الافراح. استاذ حماده اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. استاذ وائل
اهلا بيك. ازاي بمشي على الدوق احترام وبمشي على اخ الفاضل علي بيه العرابي اخويا الكبير. بيحيوك كلهم. الله يخليك يا فندم. قول لي يا عم حماده ليه الناس بتحب الافراح بالشكل ده ليه منتشره يعني؟ والله ما عليك يا باشا، يعني انا مثلا انا من نوع انا بعمل جمعيات، تمام؟ جمعيات ديت برمي فيها فلوس اسمها عزومه، يعني جمعيات ايه؟ اسمها عزومه. عزومه؟ يعني عتاين اسمها عزومه فلوس، يعني عزومة يعني فلوس؟ يعني مفيش عريس وعروسة، يعني بيصطنع فرح، مفيش عريس وعروسة، هو عايز يعمل سهرة مناسبة ويدعي فيها ناس وكده. لا ده يعني مش لازم فرح كمان. لا مش لازم عريس وعروسة كمان مفيش موجود عريس. يعني انت بتعمل عزومة جمعيات اسمها جمعية؟ اسمها جمعية. بتبقى بين التجار. انا اعرف الجمعية الناس مزنوقة في فلوس يا عيني فبت لا بين التجار، بتبقى بين التجار وبعضها. ليه؟ عشان طب مين اللي بيصرف؟ مين اللي بيصرف ايه على ايه؟ هو صاحب الجمعيه. انت اللي بتعملها؟ صاحب الجمعيه. طيب بتاخد فلوسها ازاي؟ هو يا استاذ وائل بيبقى خارج فلوس، بيبقى خارج فلوس للناس، تمام، وبتجيله الفلوس تاني، بس بتجيله زياده شويه. بتجيلك الفلوس بقى نقود زايده. مثلا دفع 1000 يبقى 2000 النهارده، ماشي. انت كمان شهر هتعمل عزوم ليك 200 جنيه عندي، ولا هديهم لك 400، تمام؟ بديهم لك 400. اما انا يعني انا اولا كنت سيادتك صالح كان قايل لي من شهر ان اجل الحلقه ديت، بس قال لي ضرب عليا امبارح التأذين لي، يعني قال لي ما تجيش. قال لك ايه؟ تمام؟ يعني قال لك ما تجيش؟ طيب اهو ما انت بتتكلم اهو في ال قول لي بس، يعني بتعمل جمعيه يعني الليله اللي احنا طب ليه بتجيب بقى ال 20 راقصه او ال 30 دول منين اللي بالمايوهات دول وبالملابس الداخليه دول؟ كبير يعني، ممكن زيادتك انا ما قدرت اجيب مثلا 3 4 رقصات، وفي ناس ثانيه ما قدرت اجيب 20 رقصات. الناس كتير لو ما جاش كبير الرقاصه يا كبير، يعني لو ما جاش رقاصه على المسرح ما حدش هيقعد اساسا، او هتلم فلوس كفرح او كعزومه. هو دي المجتمع بتاعنا دي الحقيقه. ايوه بس انت عارف الراقصه هنا لابسه ايه في الافراح الشعبيه يا عم حماده؟ بتقول يا فندم؟ الراقصه في الافراح الشعبيه كمان انت شايف الاباحيه والكلام الاباحي والله يا استاذ وائل، في راقصه بتطلع على المسرح عاوز تاخد اجرتها وتروح لبيتها، وفي راقصه بقى الله يسهل لي هقدم عليك يعني معاك دي ومعاك دي. بتقول ايه؟ في راقصه عاوز تبدا تنزل على المسرح تروح لبيتها لعيالها، وفي راقصه عاوز تنزل على المسرح تروح بقى شمال بقى في يمين بقى الله يسهل لي. طب ما خلاص كده يا جماعه، يبقى انت يبقى ده مدخل للدعاره. مدخل للدعاره؟ ما انت بتقول في رئيسه في راقصه بتنزل وعايزه تسلك نفسها يعني. ايوه يا باشا. انا مش كلهم يعني، سيادتك برضه يعني، بس هي دي المجتمع بتاعنا يا زوائل. لما انت عندك برضه التلفزيون، يعني ايه المجتمع بتاعنا؟ التلفزيون ماله؟ يعني عندك مشهد، انت عندك مشاهد في التلفزيون يعني معلش سخريه برضه عن الافراح الشعبيه اللي احنا بنشوفها. احنا في بلد ارياف. انت فاهمني يا زوائل؟ يعني في حاجات ياما بتحصل، مش هقول لك في تجاوزات ياما في الافراح. كان زمان يا استاذ محمد. طيب ليه كل ما تزيد الاباحيه ينجح الفرح ليه؟ أو, او 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 تنجح الحفله اللي انت عاملها الجمعيه؟ ما هو سيادتك يا باشا يعني مش يعني ما هي بيبقى مثلا 10 قطاع على المسرح اهو، دي بتتفرج هنا شويه ودي بتتفرج هنا شويه ودي بتتفرج هنا شويه، ليه شربت سيجارتين بقى مزاجه حلو وخلاص عاوز يطلع يرقص مع الرقاصه دي؟ ملهاش رقاصه مثلا مش هيجي يمكن ليك عنده 200 هيعطي لك 300 ويروح. اما ال 200 ممكن يتحط 1200. انت متخيل دي؟ لا بتقول ايه يا عم حماده؟ انا مش سامعك كويس. يعني ال 200 يعني مثلا سالت يعني مثلا اسال مثلا واحد 200 جنيه نقطه.
ممكن يجي الحظ مع رقاصه يحطهم 1200 جنيه نقط. يحط لك 1200 ازاي؟ يعني هو شرب سيجاره يا باشا وطلع فوق على المطرح ينقط يعني. نقط يسخن يعني يا باشا. سطل يعني يسخن. يسخن يا جماعه. سطل فدفع 1200 بدل 200. يعني انا انا عايز يعني ده معنى كده انك بتكس انت بتدفع كام؟ بتعمل الليله دي بكام مثلا؟ الجمعيه دي بكام يا يعني ممكن يبقى لك ارضيه مثلا 100,000 جنيه تلمهم 30,000. ممكن يبقى لك 100,000 100,000 فكل ما ما الناس تطلع انت شايف كل ما يعمل دماغ يعني يشرب حشيش ويطلع يا جماعه لو سمحت عشان انا مش سامع كل ما يطلع ينقط اكتر بتجيب فلوس انت يعني بتجيب فلوس اكتر للدفتر. وعشان ينقط اكتر بتجيب بتخلي الـ الـ الست طبعا الرقاصه تقول كلام سوقي لا اباحي. هي دي بقى مسؤوليه تستويش المسرح النبطشي اللي على المسرح فوق. دي مسؤوليه النبطشي مش مسؤوليه النبطشي. مسؤوليه النبطشي اللي فوق. النبطشي لسه ما في نبطشي هينضم لينا بعد شويه ولا ماشي. ما هو دي النبطشي. تلم الفلوس دي انت اللي بتلم الفلوس؟ لا انا نبطش الاداره المسرحيه مثلا انا بشتغل عادي لكن في واحد بيكون مخصص للم الفلوس في الجمعيات بيبقى لها في الجمعيات بيكون لها اداره مسرحيه ثانيه اللي هو واقف بقى يلم يعني فلوس. انت المساله بزنس بقى يا فلوس يا عم حماده يعني تجاره يعني انت كل ما الناس تنقط اكتر ممكن تجيب اضعاف فلوسك يعني. وكل ما المعازيم يعملوا دماغ ويطلع ينقط ممكن ممكن ينقط ب 5,000 و 3,000. اللي في جيبه كله ممكن يحطه على المسرح. سكران. ده بزنس غريب قوي تجاره ما شفتهاش خالص يا عم حماده بالشكل ده. يا باشا في مجتمعنا الوقت في اي بلد دي المجتمع بتاعنا دلوقتي في المنصوره في اسكندريه في الارياف. طب انتوا بتجيبوا بتجيب بقى الراقصات منين؟ بتعمل ده ازاي؟ عارف انا بقالي 5 سنين طالع من المشوار ده الجمعيات ده. انا واحد عن نفسي اتهنت في 2 مليون جنيه بسبب القصه دي. كسبان 2 مليون؟ الدين خسران من 2 مليون جنيه في القصه دي. خسران ليه؟ انت لسه بتقول الناس كل ما تعمل دماغ ويطلع ينقط ممكن بصمت الحشيش مضروب اكيد خسر فعلا. خسران ليه بقى؟ لا انا عايز اطلع للزعالي بيقول لك صمت الحشيش مضروب اساسا. انت خسران ازاي؟ خسران ازاي يا عم حماده؟ بس انا عايز اشوف يا جماعه اللي انا بس ازاي بتخسر؟ المصاريف بتبقى كتير يا باشا واللي ليه 200 عاوز يروح 400 تمام؟ واللي ليه 1000 عاوز يروح له 2000 تمام؟ وبتصرف جنبهم 1000 يعني انت بتحط 200 جنيه في الدفتر نقطة وبتصرف جنبه 1000 بتحيي ايه؟ بتحيي علان وبتصرف جنبه 1000 بتحيي فلان وبتحيي علان وبتحيي فلان الجلع الهرم الرابع وبتحيي ايه اللي بتصرفه؟ ايه الانفاق هنا؟ على المسرح فوق للنبطش اللي بيقف فوق على المسرح اللي هي ثمن الراقصات والحاجات دي يعني. ثمن الراقصات هو اللي بيدفعها صاحب الزبون اللي جايب العزومه اللي عامل الجمعيه هو اللي بيدفع. اللي هي جايب 1000 جنيه في رئيسه تاخد 1000 جنيه وفي رئيسه تاخد 500 جنيه. على فكره ده ضحيه فعلا ضحيه الموضوع ده فعلا. راجل تاجر قد الدنيا بس هي المشكله بقى ضحيه ساعتك. ايه ده هو اللي بيعمل الحاجات لا ما هو خسر ده خسر 2 مليون فعلا. ده لا ما هو سعادتك ما هو انت اذا كان هو خسر بينقط نفسه لا لا ما هو بينقط ب 200 هو مطالب ان هو يرد 400 وغير ال 400 بقى لا يردوا ازاي مش فاهم يرد بقى ما انت حضرتك انت عزمتني النهارده عزمتني النهارده جيت حطيت في الدفتر 200 جنيه وطلعت على الليله بقى بالليل خلاص دماغي اتسطرت اتبسطت اقوم اللي في جيبي كله رشه على المسرح هو مطالب منه بقى ان انا يرد نفس الكلام ده تاني ما انت حضرتك هتعزمني تاني انا عزمتك انت هتعزمني انت انا حطيت 200 هتحط انت 400 طب ما هو النقود ده غير الليله كلها بقى النقود الكتير ده بيرجع له بيجي له بيرجع له بس الفلوس كلها بتطير بقى ما هو بيرجع تاني ما هو لم مثلا نقطه مثلا 100,000 جنيه 100,000 جنيه تاني اسبوع على طول مطالب منه اللي نقطه ب 500 رد 1000 اللي نقطه ب 1000 رد 2000 وهكذا بس التاجر بقى اللي بياخد 100 مثلا يعملهم مشروع بسرعه ما بيلحقش فمشروع خسران غير الليله نفسها بقى التكاليف الليله كلها عليه فبيبقى كده خسر
كمشروع خسران، بس هي خلاص هي في دماغ الناس كده. طيب عم حماده ما بتقولش في النهايه انا يعني سواء بقى بتكسب بتخسر انك بتعمل اللي انا شايفه ده اباحيه ومخدرات مع كلام ما ينفعش، يعني كلام منتهى الاباحيه والسوقيه واسقاطات جنسيه واضحه بالاضافه للخلاعه في الملابس، يعني راقصات بالمايوهات. يعني هل ده يمكن ان يكون مجال لمكسب؟ تكلمنا عن شغل، يعني ده شغل؟ دي مش شغل يا باشا، ده اباحه، دي سلوكيه. دي ايه؟ دي سلوكيه فحشاء ما لناش دعوه بيها احنا. انا كصاحب حكومه، انا كصاحب مثلا فرح جبت مثلا اربع رقصات، انا مش هقول لها البس ايه او لا ايه، ماليش فيها. انا ماليش فيه، انا عن نفسي انا ماليش فيه. ماليش فيه؟ ماليش فيه. هو النبطشي يعني. النبطشي هو اللي ماسك الليله يا اسواق، النبطشي اللي على المسرح هو اللي ماسك الليله. ايوه، ما انت جزء من ما انت ما مش ما انت عامل جمعيه، ما هو انت جزء من المهزله دي يا عم حماد، ده انت الاساس فيها يعني. انا بلم فلوس، انا بلم جمعيه، بلم فلوس يعني. انا بلم فلوس يا اسواق. ما انت عارف المهزله عامله ازاي يا باشا. ما هو دي التقاليد بتاعتنا الشعبيه في الارياف، ده افراح بتاعتنا الشعبيه في الارياف. احنا مش بنقترح حاجه كده اسوائل يعني. يا عم حماده، انتوا كده يا جماعه بتتاجروا في لحم النساء وفي المخدرات. انت بتعمل اجواء وبتعمل ساحه لارتكاب كل انواع الانحرافات يعني. سيادتك، انا تاجر فاكهه في الحمود، تمام؟ انا تاجر فاكهه، انا مش بضيع اطفال. ما كنت خليك في الفاكهه، الفاكهه حلال يعني. انا في الفاكهه يا اسواق، انا في الفاكهه، هي دي شغلتي الاساسيه. ده انت بتقول لي اذا 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 المعزوم انا خطرت فيها. انت لسه بتقول لي اذا المعزوم عمل دماغ وطلع نقط اكتر، يعني انت عارف انه المعزوم كل ما يشرب مخدرات ويعمل دماغ هيطلع ينقط فلوس اكتر، وكل ما الراقصه بقت اباحيه وملابسها مبتذله وكلماتها سوقيه هتشجعه انه يطلع ينقط اكتر والليله تسمى. ايه الفلوس اللي على ال 100 عمل مشبوه بالشكل ده؟ مش شرط يا باشا ان هي تبقى لابسه قلع عشان ينقط اكتر، مش شرط يا باشا. هو مزاجه حلو عاوز يرقص معاها. امال هيطلع يعني، هي طالعه تغني الاطلال يا عم حماده. هي طالعه ترقص معاها مثلا على المسرح يا اسواق. هي بتغني لناس مساطيل في الافراح في الفرح، ماشي؟ طيب تمام يا كبير. مساطيل انتوا يعني انت هم يعني ان في حشيش ومخدرات وكلام سوقي واباحي وكل ده سايبينه يا جماعه يعني، وانت بتسميه تجاره. مش تجاره يا باشا، انا ما سميتش تجاره والله يا اسواق. ما انت بتقول لي انا خسران 2 مليون، ده انت خسرت نفسك يا عم حماده يعني. ما انا خسرت 2 مليون جنيه يا اسواق عشان العمل اللي احنا فيه دلوقتي، اللي انت بتناقشه في الموضوع، انت بتناقشه دلوقتي. ارجع للفاكهه يا عم حماده. انا بقالي 5 سنين اسواق طالع من القصه دي. طيب خليك معايا عشان الاستاذ معايا الاستاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. استاذ محمود اتفضل، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ وائل. صباح الخير، اتفضل. وصباح الخير على الساده الموجودين والسيدتان اللي موجودين. الموضوع ده موضوع كبير يا استاذ وائل. نمره واحد قبل ما نخش في الموضوع، بس اديني فرصه بس يعني. بشكرك على موضوع السيدة الحاجة سعدية اللي هي تعتبر أم لينا كلنا يعني، والحمد لله على سلامتها. أنت قمت بمجهود كبير أنت والفريق بتاع حضرتك. الله يخليك، ألف شكر يا أستاذ محمود. الله. نمرة 2 يا أستاذ وائل، حضرتك ظني إن حضرتك مش 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 داخلة في دماغ حضرتك موضوع الجمعية اللي بيتكلم عليها الأخ حمادة. أنا 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 حتى فوجئت وإحنا بنعمل الموضوع بتكلم عن أفراح الشعبية، لقيت إن المسألة مش افراح بس، ده عم حماده مكلمنا عن بيزنس وتجاره. لا 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 يا استاذ وائل، يا استاذ بعد اذنك، بعد يمكن انا اعرف افهم حضرتك غير الاخ حماده. الجمعيه دي يا استاذ وائل
واحد يعني انا كنت حضرت حاجه زي الجمعيه دي اتقال انها فرح، وحضرت حاجه في المرجوطيه اتريها زي الجمعيه زي حفله، واحد من ضمن اللي بيروح الجمعيات دي وهو بنفسه بينقر، فلما يعوز فلوس او محتاج كميه فلوس يقوم عازم الناس كلها اللي هو نقطهم دول ويروحوا له بقى في الليله دي اللي هو نقط فيهم، فيبقى لم ممكن جمعيات بتلم نص مليون جنيه و300 الف و400 الف، واخد بال حضرتك؟ فلما كنا بنتكلم مع حضرتك من حوالي 10 ايام على البلطجه بتاعه منادي السيارات اتعمل لها قانون، واخد بال حضرتك؟ الناس دي ممكن يتعمل لهم قانون، واخد بال ليه حضرتك بتقول قانون ازاي ده؟ هي قوام هذه المهنه حشيش، لا 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 راقصه عاريه، انت بتتكلم حضرتك كلام اباحي، بتتكلم حضرتك على الراقصه وعلى الفرقه، ما الناس دي بتأدي عمل، حضرتك بتقول لهم دلوقتي بتقول للسيدتين اللي عندك او الفتيتين اللي عندك ان ده مش ابداع. طب ما انا شفت امبارح فيلم في التلفزيون المصري سوري في التعبير يعني قمه الدعاره، يعني عشان انت حضرتك دايما بتختلف معايا في موضوع الابداع، واخد بال حضرتك؟ اهو نوع بتقول لهم انا بتعمل، لو هي واحده منهم مش دفاعا عنهم ولا حاجه، لو هي واحده منهم مثلت هذا الفيلم هتبقى مبدعه، لكن عشان هم ناس بتقول لك انا بجري على ولادي واجيب لهم مصاريف منين واجيب لهم فلوس منين، لا يبقى لازم نقنن لهم الموضوع، تمام؟ ما في رقصات بترقص عشان يبقى يرقصوا بمواصفات معينه يبقى قانون، وبدل الفلوس النص مليون يعني كان احد النواب معانا من اعضاء مجلس الشعب يقول ايه؟ ان بلطجيه منادي السيارات اتضح ان هم بيلموا نص مليار في السنه والدوله ما بتستفيدش، يبقى نشرع لدول كمان والدوله تستفيد، ولا هو في خيار وفقوس؟ واخد بال حضرتك؟ فهي المساله كلها يا استاذ وائل الموضوع ده قديم جدا، تمام؟ وانا طبعا مش مع العري ومع المخدرات، ده في حاجه كمان يا استاذ وائل في الافراح دي او الجمعيات اللي بتتعمل بيتاجر الراجل اللي بيوزع الخمور بيبقى ماجر المكان، انا اخش ابيع في المكان ده ويدفع لصاحب الفرح فلوس بتاع المخدرات، انا ماجر الفرح ده او الجمعيه دي ويخش يبيع مخدرات ونظير فلوس تروح لصاحب الفرح او صاحب الجمعيه، فزي ما بيقول لك حماده انه بيزنس كبير جدا، تمام؟ خلاص تتدخل الدوله زي ما شرعت لبلطجيه المنادي السيارات، يعملوا للناس دي مشروع قانون، تمام؟ يظبطوهم بيه يلبسوا ايه اذا كان هو قائم على اوجه انحرافات يا استاذ محمود اعمل له مشروع يعني هو ازاي؟ نادي السيارات ما كانش قايم على بلطجيه الشوارع اللي بيخوفوا الناس وبيرعبوا الناس يا استاذ وائل، يعني بلطجيه يعني ده مثلث النجاح فيه مخدرات، يمنع بقى لما يعمل قانون يمنع قصة عارية كلام إباحي يمنع الكلام ده ويمنع تعمل قانون ورقابة سؤال ده الكلام ده كله هيتلغى ما تعمل قانون ورقابة عليه وتنفيذه ما هو بيقولوا ما حدش هيجي إذا يا زوائل ما في الحالة الكلام مهذب أو اللبس مهذب يا زوائل الكلام ده ما يكون فيه بديل، دي بتتكلم كلام مهذب والتانية بتقول كلام خارج، أنا هختار بتاع الخارج، لكن لما الاثنين يبقوا منقننين ان الكل يبقى كلام مهذب ولو رقابه معينه كلها هيشتغل دي في لو واحده بتلبس بدلك ولسه زيها هتشتغل مطربه زي بتقول كلام كويس واحده ثانيه هتقول كلام كويس يبقى الاثنين هيشتغل استاذ محمود شكرا نشرك الناس معانا واللواء مجد البسوني برضه عايز يعمل من استاذ اسلام اتفضل ناخد بس الناس بسرعه كده استاذ اسلام اتفضل اهلا بيك اتفضل معاك اسلام بطل مطريه اهليه اهلا بيك اتفضل وانا بقول المنطقه لان احنا من منطقه بتعمل افراح زي كده نعلي يا جماعه الصوت اتفضل بنعمل الافراح دي كانت بتتعمل في المطريه الاهليه في بحر طار وافراح كبيره جدا 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 عمرنا ما شفنا فيها الرقصات اللي بترقص بكلوت فتله يا خلينا احنا بنقول ملابس الداخليه يا عم اسلام طيب هي طبعا طبعا يعني الـ 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 المشاهد اللي الناس بتشوف المشاهد دي بشكل انا عندي ناس كميه ناس مشحونه من حجم الملابس والكلام السوقي والاباحي استاذ خالد من القاهره اتفضل استاذ خالد الو أنا ايوه انا
أنا لن أطيل بس عايز في صميم الموضوع بكلمك كشاعر متواضع بقصيدة ساخرة يعني طالما قاعدة عن الموضوع ده، وزي ما بيقولوا بالبلدي ساعة الحظ ما تتعوضش بقى وتغيير في لون المواضيع. يعني أنا بقول لحضرتك حاجة بعنوان الرأس، وأي تطابق بينها وبين الواقع بيكون من محض الصدفة البحتة. الرأس بالقاف والألف. طب ما ترقص هي حرة وسط طبل ومبسوطين، هتقولوا لي حقيقة مرة ما هي عادة من سنين، هو يعني الرأس بس في أفراح وميادين؟ في الحقيقة الرأس داير من جميع المسؤولين وبالصاجات عاملين دواير حتى جوه الدواوين، مش إناث ذكور كمان، دول كتير رقصين حتى جوه البرلمان كلهم متحزنين، وفي قاعات الوزارات برضه هز وشقيانين، وكله نازل على البنات، حرام عليكم يا مؤمنين. اما رأس بقى الشاشات مذيعات على مذيعين، غير كمان مونولوجات حتى ما لهاش عناوين، والشهيد خلاص ما مات وبس اهله الحزنانين، ياللي ماشي في الشمال لسه فيه برضه يمين، رأس شرقي وغربي صنبع حتى طنجو عريانين، من تحيه الخاله بامبا يلعنوا المتطرفين، اللي حاسس اي نقص وكان في ترعه بقت بسين، ورأس تايه وسط رقص ما بين سكارة ومسطولين، في النظافة ضد كنس عشان قمامة كدابين، حد فاكر عبده دانس وأحلى من الشرف يطين. تعليق في ثانيتين بس على ده أستاذ وائل، إحنا دلوقتي أول الموضوع مهم اللي حضرتك بتناقشه، لكن إحنا تملي ليه بنناقش الإسفاف في الحياة الشعبية والأفراح الشعبية مع كامل يعني شجبي لأي إسفاف؟ لكن في حاجات خمس نجوم، وأنا بكلمك بطبيعة المهنة اللي أنا مش عايز أكشف عنها، يعني في أماكن خمس نجوم فيها حاجات أسفل من اللي بيتم في الأفراح الشعبية، وفي دعارة خمس نجوم ليه ما نطرحهاش؟ ليه تملي مثلا في عبده لما بتيجي بتبقى راقصة من نوع خاص مع كامل الاحترام ليها، وبعدين نجيب واحدة يا عيني من الأحياء الشعبية دي بتجري على أولاده بتاع ونفضل نسلخ فيها، يعني ممكن ما يكونش ذنبها، هو ده الوضع اللي هي لقيته. فتقنين وكلام من ده، التقنين لازم يكون أخلاقي قبل ما يكون قانوني، وهيبقى صعب يا أستاذ وائل، لأن احنا عندنا المشكلة إن احنا ما بنناقش إلا الإسفاف الشعبي، دول غلابة دول اللي موجودين من وجهة نظري، مش متعاطف، مش تعاطف ولا حاجة، لكن في ناس يا عيني من علية القوم لا أحد يتصدى لهم مع إنهم أسفل. شاكرين جدا يا استاذ وائل وبشكرك على المداخله. بشكرك استاذ خالد. مين؟ شكرا. استاذه ديانا من اسكندريه. استاذه ديانا اتفضلي. ديانا اتفضلي. ايوه استاذ وائل مع حضرتك. اهلا بيك، اتفضلي اتفضلي. معلش يا استاذ وائل انا بعتذر بس هعلق تعليق بسيط على اتفضلي. تمام، انا هعلق بس تعليق بسيط على المداخله اللي قبلي. طبعا يعني باي صوره احنا توصفنا وباي كلام، يعني ايه الاماكن الفايف ستارز؟ الاماكن الفايف ستارز دي بيبقى عليها رقابه مشدده جدا من شرطه السياحه ومن شرطه الاداب ومن المصنفات الفنيه، ويمكن اللي بيحصل في افراح الشوارع دي هو لغياب رقابه المصنفات الفنيه، او لان هي ما بتشرفش عليها بشكل رسمي. تمام، وبعدين انا اسفه يعني انا اسفه لحضرتك، سوري، يعني في نوعيه معينه ومنها اللي حضرتك انا اسفه عارضها هي دي اللي اساءت لفكره الراقصه الشرقيه، مش اي واحده اتعرض بقت راقصه شرقيه. مين اللي اداكي اللقب؟ مين اللي اداكي المهنيه؟ وبعدين يعني انا اسفه، هو يعني ايه حد يقول مثلا باكل عيش، او انا بل اغلب الوقت بطلع بتي شيرت وبنطلون، في حاجه اسمها لبس فورمال، يعني مثلا الدكتور هو في العمليات ما ينفعش يلبس تريننج مثلا، يعني في حاجه اسمها لبس فورمال وفي مقاييس معينه المصنفات الفنيه. انت بتقولي ايه؟ بتقولي عشان كلام الضفتين اللي عندي يعني انهم بيتكلموا عن ان ده اكل عيش؟ بالظبط، طبعا ما ينفعش. ليه؟ يعني انا دلوقتي بقيت بحل، يعني خلينا نسمي تمام، خلينا نسمي يا استاذ وائل اللي هي نزلت كشفت جسمها لغرض معين او لظروف عندها معينه، خلينا نبعد خالص عن مسمى الراقصه الشرقيه، لان المسمى ده اعلى بكتير. تمام، يعني انا مع حضرتك انا ليسانس اداب لغه ايطاليه، تمام، وكان قدامي شغل كذا شغل، وانا افتخر بشغلتي ان انا كراقصه شرقيه. ليه؟ انا احمل مسمى شريف جدا. انت لسانس اداب لغه انجليزيه وبتشتغلي راقصه ايطاليه؟ لغه ايطاليه بالظبط، وبتشتغلي راقصه شرقيه يعني؟ تمام بالظبط، وده حاجه فخر ليا طبعا، لان انا بحمل فن وبقدم حاجه معينه وحاجه محترمه
وبدافع فيها وبخلي بالي كويس قوي 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 من تصرفاتي حتى الشخصيه. ليه؟ لان انا دلوقتي بحمل مسمى. بس خلي بالك ده انا في مجتمع بيصنف الراس الشرقي كله في كفه واحده يعني بيضع الجميع في كفه واحده فيه. لا طبعا ازاي يعني ما فيش الكلام ده. هقول لحضرتك على حاجه سوري يعني احنا مش هنقدر احنا كناس متعلمين بعيدا عن المنتاليتي بتاعه المجتمع اللي هي بتحط زي ما بيقولوا الحبل في النابل. تمام خلينا نصنف في راقصة درست الرقص في راقصة ان انا شخصيا من ايام المدرسة تمام وانا واخدة شهادات تقدير وقدام الوزارة استعراضات كان فيها مقطوعات رقص شرقي تمام من الوزارة ومن المدرسة عندي من وزارة التربية والتعليم. فخلينا نخلي دول في كفة ونسمي اللي هم نازلين انا اسفة انت واحدة مطلقة وليك ظروفك انت الدولة تكفل لك ماشي مبلغ ليكي انت مثلا زوجك متوفي وعندك ظروفك الدولة تكفل لك او يعني اشرف لك ساعتها ان انت طيب خلينا عشان بس انت هنا بتتكلم على انه ما ينفعش تقولي اكل عيش دلوقتي تشتغلي شغل ثاني يعني اساتي للرقص الشرقي. طب في ملحوظه صغيره انا مطربه بس تعرفي ان انا مطربه لان هي كده خدت لنا كلنا ايه تقولها في راقصه وفي مطربه مطربه بس يعني لا بس في مطربه عشان انا اولادي بيتفرجوا على الحلقه ما ينفعش ان انا طيب رشا عايزه تقولي ايه؟ لا انا بتكلم في نقطه بالنسبه لل ده انا خليكي معايا عشان بس تعقبي عليك اتفضلي ماشي ماشي انا معاها في كل اللي هي بتقوله. اما بالنسبه لللبس انا ببقى طالعه رايحه شغلي بالبدله بتبص تلاقي صاحب الفرح يقول لا لابسه بدله لا انا عايزها ببنطلون وبادجي. طب انا اعمل ايه؟ انا ببقى طالعه بالبدله بيبقى صاحب الفرح عايز كده. انا بطلع فين على أيوة. بلبسين بنطلون وبادجي كتير. ايوه يعني النقطه ديت انا ما بقاش انا حاسبالها ده صاحب الفرح هو اللي بيقرر وممكن اطلع ببنطلون وبادجي يقول لا يعني انا عايز بدله. يعني صاحب الفرح كل ما يحدد لك حتى ايوه يعني أيوة. كل ما يقول يعني بس مش توصل لاي حاجه بقى تانية. لا مش توصل لاي حاجه تانية يعني. لا مش توصل يا جماعه بس فلوس هو طبعا طبعا يعني انا اتمنى الناس تاخد المناقشه بس بجديه. الافراح الشعبيه بالكلام اللي انا سمعته من عم حماده وخلوا لسه عم حماده معانا اللي هو فكره مثلث المخدرات مع الملابس العاريه مع الإباحية التمام ده مثلث بيعتمد عليه هذا البزنس وهذه التجارة وما بقتش أفراح شعبية بس لا تحولت إلى جمعيات عشان الناس بتلم فلوس وبتبسط نفسها يعني من خلال مهازل بتنتشر بشكل كبير. طيب ده أنا عندك تعليق بقى يعني بتقولك هي اللي بيقول لها البسي بتلبسه المتعهد يعني شغالة عند المتعهد ومش شغالة عند صاحب الفرح ومش شغالة عند صاحب النايت كلاب ومش شغالة عند صاحب الفندق. أنا راقصة شرقية لما جيت أخدت المصنف بتاعي من الدولة عشان تعترف بي بني أدم محترمة شغالة شغلة محترمة الدولة بتاخد مني ضرائب وبتاخد مني فلوس وناس كتير بتاكل من ورايا تمام. لما جم يدوني المصنف بتاعي انا مضيت واقريت وتعهدت ان انا التزم بمواصفات البدله الشبكه الشورت البدله اللي مغطيه الساقين والمواصفات عموما بتاعه طيب. هو مش احيانا بنلاقي في صفحه الحوادث كده انه الشرطه المصنفات القت القبض على راقصه بتهمه استاذ هشام انها بدله راس غير مطابقه للمواصفات. طب انا ده انا مش شايف بقى يعني مواصفات إيه خالص انا مش لاقي أصلاً. يعني في شروط في النقابه مش شرط الشبكه والشورت في رقصات لا يعني في شروط في النقابه أيوه. مثلا بتشترط أيوه. هنا أيوه. هنا اللبس يا جماعه طيب. الشبكه والشورت أيوه. أيوه. ده انا ما لقيتش تناقض انك تبقي ليسانس اداب وتشتغلي راقصه ما يعني حال ما بتشوفيش انه المجتمع ممكن يلاقي تناقض شديد يعني يقول طيب ما هي كان يمكن انها تشتغل بتعليمها الجيد ولا انت بتتعاملي مع ده على انه فن يعني وده طموحك؟ خلاص
حضرتك لو بالنسبه للمجتمع اللي احنا بنناقشه اللي هو اللي بيطلع وبيرقص بسلاح وبيقول لا دي حته رقاصه وجاي يتفرج على لحمه ده ما يلزمنيش المجتمع ده برمته ما يلزمنيش. لكن انا هاجي اتكلم عن مجتمع المجتمع الراقي البني ادم اللي فاهم ذوق فاهم ذوق راقي داخل يتفرج على ترجمه المزيكا بحركات جسديه لا فيها إحاء لا فيها أي إخلال بالأداب العامة ما فيهاش الكلام ده خالص نوع بحث من أنواع الفنون. فطبعا لا ده حاجة تشرفني وده كان حلم عمري من وأنا طفلة تمام وأنا أصريت أن أنا أكمل تعليمي وكمان كنت بتدرب رأس علشان أنا شايفة أن ما فيش أي تناقض ما بين شهادتي وما بين مهنتي اللي هي رقاصه شرقيه. طيب عايز اسالك اتفضل اتفضل الاماكن اللي بتشتغلي فيها فين يا انسه ديانا بيسالك الاماكن اللي بتشتغلي فيها فين مش لازم اسماء الاماكن انا بشتغل فيها مش لازم اسماء الاماكن بشكل عام يعني. شارع ولا فنادق او كازينوهات يعني شارع ولا فنادق لا 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 انا ما اشتغلتش خالص في الشارع لرفضي مش المنظومه نفسها مش بقى اللي بيشتغلوا في الشارع ليه اللي بيشتغلوا في الشارع مجبرين مجبرين ليه معظمهم يا زوائل مجبرين لكده يعني مثلا ده حاله مثلا قدامنا هنا بتقول لك ان انا ده اكل اللي هي بتاكل منه عيش او بتشتغله ما عندهاش فرصه انها تشتغل في الكلاب أيوة ما عندهاش فرصه زي ما قال لك ما اللي بتشتغل في الـ في الـ في بيوت البغاء والدعاره بتقول ده اكل عيشها بتشتغل في المخدرات بيقول ده اكل عيش تمام نرجع برضك للنقطه بتاعه التقنين والرقابه بس نفصل يجب ان احنا نفصل وده قلته من اول الحلقه بين الشارع وبين المكان المرخص تمام. لاي عمل بمعنى اللي بترقص في كباريه انا لا اتعرض ليها طيب لان في قانون لهذا الكباريه بيحكمه ولحمايته يا استاذ وائل الشارع له ضوابطه الشارع فيه تعدي على حرمات سكان بيسكنوا هذا المكان استاذ ماشي هو ده الموضوع استاذ محمد عشان بس هطلع فصل وهينضم لينا في العشر دقايق المتبقيين الضيوف اللي معايا لو عند عايز تقول تعليق اخير على انت بتقول انا احترمت نفسي ولغي ده تماما تمام اكل العيش بتاعهم ده تعمل فيه ايه على راسي من فوق ممكن اي شغل تاني اي مجال تاني لما تروح تمتحن رأس شرقي تاخد كارنيه تاخد مصنفات تعمل اوراقها تبقى ماشيه معاها بودوجارداتها داخله الحفله او الفرح تعمل الساعه بتاعتها وتنزل ما تمسكش مايك ما تلبس لبس وحش ما تبقى الدنيا لذيذه كده وتعمل نمرتها وتتوقع الله تمشي ممكن ماشي تمام بعد اذن حضرتك بقى هقول لك حضرتك انا كفرقه انا معايا 22 هو كلام عازف. كويس قوي بس انا بالنسبه لي مثلا معلش كل ده مصاريف يعني انا باخد يوم ما باخد قبض باخد كام باخد 400 جنيه طب ال 400 جنيه دول هيعملوا لي كل الافلام دي ازاي تاخدي 400 جنيه في ال ايوه في اليوم وبشتغل من الساعه 9 لحد الساعه 2 بالليل كتير خدتي اهانات قد ايه كتير نظره الناس ليكي قد ايه وحشه جدا بتساوي قد ايه كل ده عشان الجنيه مش كده أيوة. يعني انت مجبره بس انت من جواكي حاسه ايوه انا مجبره انت حاسه ان انت انا في مسؤوليه طب انت من جواكي حاسه ان انت بتعمليه ده صح ولا غلط بس من جواكي لا انا من جوايا الطبيعه الانسانيه حاسه من جواكي ان انت بتعملي ده صح ولا غلط لا غلط طبعا غلط ده من جواكي ايوه بس انا لو لقيتي اي مصدر تاني او اي فرصه تانيه اي بص انا بس انا مش مقتنع انا مجبر بان احنا 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 مجتمع ماشي يعني انا مع حضرتك مصري انا مش مقتنع بان احنا ماشي انا الرقص مع ونحلل الرقص انا في وفي الشارع بتجبريني يعني في الافراح الشوارع دي بالذات بتنتهك حرمتي فعلا ماشي وبتجبريني وتجبري اولادي من اللي معدي هيتفرج واللي معدي هيشوف ماشي انا مع حضرتك لكن لو في مكان مثلا زي بس هو مش كل الرقصات يعني هو مش كل الرقصات ما في بتطلع انا بطلع ببدله شرقي يا حبيبه قلبي طب انت عندكم مثلا لحد سن قد ايه مثلا لما توصلي سن قد ايه ناوي استاذنك ماشي انا معاك استاذ وائل الا يعد هذا نوع من التحرش الرقص في الشارع وشرب المخدرات ده مش نوع من التحرش بالجمهور اللي بيسكن في هذا المكان ده قمه التحرش لماذا نقصر التحرش على لمس انثى او الاقتراب منها او ليه التحرش انك تتحرش باي حد في مكان سكنه انك تخلينا نشوف حاجه انا ليه تجبرني على تجبرني عليها القانون بس انا اندهشت يعني ده يا جماعه ده انا بشوف تجاره باللحم كان ما تاخدي 400 جنيه في ايوه انا ما بتكلمش انا بتكلم في انه بيقول لك شوفي الثمن الباهظ المدفوع في مقابل ده يعني ومبلغ بسيط زهيد يعني تنازلت عن انسانيتها انا ما بتكلمش على القضيه مش في المبلغ لكن مع الفاتوره الباهظه اللي انت بتدفعيها في زي ما انت بتقولي بتسوقوا سمعتنا
والكلام. ايوه في بنات 17 سنه و19 سنه بيبقوا بيطلعوا وما راهمش مسؤوليه. في بنات انا معاك انا معاك مش هو مش كل الرقصات اصلا. انا مع حضرتك مش كل الرقصات ملهمش أهل. ايوه ملهمش اهل يعني طيب. مثلا واحد متعهد بتبص تلاقيه جاي باربع بنات 17 طيب. سنه. طب انت اتجهتي للاتجاه ده ايه 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 اول حاجه ايه طيب. اللي شدك يعني؟ السيد بشكرك عشان هتسيبنا بس عشان ضمنا اتنين في الجزء الاخير من النقاش اللي احنا بنسمعه ده يا جماعه يعني مهزله لانه بيتم باسم افراح شعبيه او الجمعيات اللي سمعنا عنها ده بالاضافه الى انه مثلث النجاح فيها مخدرات ملابس عارية كلام إباحي وطبعا بقى مع البلطجة أيضا ومع كل أنواع الأسلحة وكل ما تتخيلها يعني هنا أنت أمام بيئة تنمو فيها كل أنواع الجرائم. كمل معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. ما زلنا معكم نناقش هذه القضية بما لها من أبعاد اجتماعية ونفسية وثقافية لأنها انتشرت بشكل كبير جدا في كل محافظات مصر باسم الأفراح الشعبية أو باسم الجمعيات تحولت إلى تجارة يتعامل معها البعض لأنها سوء نخاسة تستخدم فيها الألفاظ السوقية والإباحية والملابس العارية بتشوفوا ده بالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الأفراح الشعبية. خلونا نقدم ضيوفي اللي انضموا لينا المطرب الأستاذ أحمد الأسمر. أستاذ أحمد أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ أستاذ أحمد. كيمو نبطشي أفراح أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك أستاذ. هي نبطشي متاخدة من إيه؟ عارف النبطش ده عنده نبطشيه النهارده يعني ورديه يعني نبطش من ايه؟ هو برضه فيها لها اسم تاني برضه اداره مسرحيه. ليه اداره مسرحيه وليه شاويش؟ شاويش افراح وشاويش افراح. شاويش افراح دي تسميات الافراح الشعبيه. دي التسميات بتاعت الافراح الشعبيه. طيب استاذ سامح فكري متعهد حفلات. استاذ سامح اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ. استاذ سامح بسرعه كده قبل ما يعني متعهد يعني مساله بتبدا من عندك يعني بيقول لك انا عايز كل حاجه 5 6 عايز 20 راقصه كده لان بلاقي في ناس احيانا بقى يعني رايحين جايين كده وخلاص يعني ازاي يعني بتتنظم الحكايه؟ الزبون صاحب الفرح بيجيني في المكتب بيقول لي انا عايز مش على قد الرقصات عايز مثلا 3 مطربين فلان وفلان 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 وعايز بنتين 3 رقص 10 زي ما يطلب تمام. فانا هو اللي بيطلب اللبس يعني بالمايوهات. لا 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 مش بيطلب اللبس مش بيطلب اللبس بيطلب البنات بس كلهم بيطلعوا بمايوهات كلهم في بس في بيشتغلوا في 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 صاحب فرح لان في بنات بتشتغل في قاعات افراح بيطلب بيقول لك هات لي بنات كاجوال بدل كاجوال يعني باضي وبنطلون كده كاجوالو يعني وفي بنات وفي زباين اللي هي نظام الجمعيات اللي طبعا الكاجوال ده بيبقى معقده بقى وبتاع بتاع العقد بيبقى الموضوع طبعاً. جميل قوي بيطلب ده بيطلب وانت ده. بتجيب بتجمعهم من لانها قالت لي عشان انها ما بيعرفوش بعض يعني ما يعني بيقابلوا بعض على المسرح لا ممكن تلاقي متعهد انا حضرتك متعهد حفلات بجيب مطربين واداره اعمال النجم محمد حميد اللي كان مع حضرتك حالا تمام فانا بقضي المطربين ففي متعهدين مختصين بالبنات انا الزبون بيجيني بقول له تمام فلان 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 بقدر اللي هو عايزه فعايز ما بنات ما بتشتغلش في البنات في بس معايا ارقام بس اللي هو نخاسه انا ما بشتغلش في البنات بقضي المطربين المطربات مطربين مطربات تمام الفرق الفرق اللي هو عايزها اي حاجه الزبون عايزها انما البنات بقول له في متعهد مختص بالبنات. طيب احمد نبطشي تمام بتاع انت اللي النقطه وال و... انا افراح الجمعيات اللي حضرتك كنت لسه انت اللي بتولع الفرح زي ما بيقولوا انا اللي بلم النقطه لصاحب الفرح بيبقى ليه نقطه عند الناس اللي هو عازمها وبيبقى رايح لهم قبل كده بينقط عند ده وبينقط عند ده وبينقط عند ده فبيعمل فرحه فبيجيبنا احنا نلم النقطه بتاعته بس بنلمها بطريقتنا احنا بقى يعني بنحل شويه الايه
النقطة بتاعت الفرح وبنخلي الفرح بنبسط الناس. كل ما تكون طبعا الراقصة تستخدم إباحية أكثر المعزوم بتحمس ويطلع ينقط أكثر يعني. والله أستاذ وائل بص، بالنسبة لأفراحنا احنا أفراح الجمعيات الموضوع دوت بيبقى مختلف معنا خالص، لأن احنا مبقاش معنا أصلا موضوع الرقصات دوت مهم، دي حقيقة. ازاي ده عم حمادة في الجامعات بيقول لك يعني ده لا احنا لا. ساعات ممكن نتنوا قاعدين طول الفرح ممكن لا. نقعد بتاع نص ساعة وهو بيلم النقطة. لا بس احنا عندنا في غربية مش مهتمين بالرقصات، احنا الموضوع عندنا في محافظات كتير جدا مش مهتمية ببنات الرقص، يعني تلات اربع الافراح بتاع الافراح في القاعات وفي الشارع يعني مش مهتمة. هي قائمة على ما هو مش كل الافراح فوق النخاسة اللي احنا شايفينه اللي هي راقصات يعني في افراح في يعني افراح عشان تاخد 400 جنيه زي ما بتقول رشا يعني. بس في افراح سبب بوظانها البنات، سبب بوظان الافراح بنات الرقص. يعني ممكن الفرح ممكن يبوظ بسبب البنات بسبب البنات مشاكل كومه المشاكل فيه بعد بص يا استاذ وائل في نهايه الفرح طنطة يعني عندنا في بلدنا طنطا موضوع الرقصات دوت مش مهم قوي في موضوع الجمعيات. ليه؟ لان بيبقى الفرح مثلا ايه صاحب الفرح بيبقى زي اللي بيقول كده فلوسه كلها بره، فمش هيفرق معاه الرقاصه هي اللي هتجيب له نقطته، لان اللي جاي ينقط دوت يا عليه يا هيبقى ليه. لا مش انت بتقول حالات محدوده لكن معظم الحالات اللي يعني بنشوفها لا بس في اصحاب افراح لو شافوا الرقاصه طيب. كده بينزلوهم من على المسرح ومتعهدين. يعني عندنا متعهد عندنا في طنطا لو جات له الرقاصه. طيب استاذ احمد اشتغلت في ما في نوعيه الافراح دي؟ اكيد طبعا اكيد. بتلاقي نفسك ما بس انت بتشوف قدامك بص يا فندم يعني راقصات بملابس عاريه كلام اباحي وفوق. طبعا ده موضه دلوقتي. موضه طبعا الرقصات ديت واصحاب الفرح والجو دوت ورقص بقى يعني فوق الخيال كمان. يعني المفروض الحاجه دي بتحصل في كابريهات او اللي احنا بنشوفه ده بنشوفه هنا، فما بالك انت مثلا في عائلات وناس محترمه واقفين في البلكونات. أيوة هو ده اللي انا بتكلم عليه عشان فنم. الموضوع ده يبطل ازوائل لازم النقابه في واحد بص ازوائل في صاحب فرح بيجيب النمره او المطرب في اللي بيجيبوا منظر انا جبت فلان اهم حاجه عنده الفلوس البنات بترقص والفلوس يا جماعه لو سمحت واخد بالك، وفي اللي بيجيب المطرب يسمعه لقي النمره والبنات بترقص قدامه انا كده كده شغال في الفرح جيت الفرح عند حضرتك فانت جايب رقصات انا مش هقول لهم اقعدوا، فانا بشتغل وهم بيقوموا يشتغلوا قدامي. طب هنا يا احمد ما تقدرش تقول انا ما ينفعش الاقي قدامي. لا يبقى انت ما تجيش بقى اجيب غيرك. مش هتاكل عيش يعني؟ لا بقى. لا يبقى انت ما تجيش اجيب غيرك. بس الرقصات بياخدوا يعني الكلام الاباحي كلام مع المكشوف واضح جدا. هو اقول لحضرتك على حاجه مش موضوع فكره ارتداء مايوهات او حتى ملابس داخليه لراقصه على مسرح كده مساله ما يعني هو الرقصات في 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 الجيزه القاهره جميع الاقاليم وجميع المحافظات بس هي اوفر قوي في الارياف كفر يعني الشيخ يعني في الارياف ازيد اوفر قوي في اللبس في خلاعه في الكلام اللبس. أيوة لا 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 خلاعة دي مش هنقول يعني اللبس دوت موجود مع الرقصات كلها لا مش بس كله. بتكلم لا يا فندم بص اقول لك على حاجه انت ترقصي باللبس اللي يعجب حضرتك انا ما بتكلمش على ده براحتك انت انا بتكلم على الغنى هناك والحركات اللي بتتعمل لو حضرتك دخلت على اليوتيوب وشفت الحاجات اللي حاصله ديت والمواضيع اللي حاصله انا احيانا بتفرج على مقاطع كده وانا قاعد على اليوتيوب بشوف حاجات غريبه في فرح شعبي ايوه في فرح شعبي طب فين صاحب الفرح فين الناس المحترمه اللي في الفرح انا اسف يعني بس اهو الناس فرحانه والناس غايبه لما بتشوف الحاجات دي ده مكانه بوكس بوليس الاداب بوكس المخدرات بوكس المطافي عشان اكيد يعني يا فندم المفروض يبقى فيه انتظار استاذ وائل بعد ما ينبسطوا بعد ما ينبسطوا الناس تنبسط وبوكس وتمام لا ده يستنيهم تمام بعد ما يخلصوا خالص وكل واحد مستني كده لو اتعملت مره واثنين وثلاثه والله العظيم كل واحد هيتقي ربنا في الناس استاذ وائل لو رقصوا من غير اللي انت يعني ما يرقصوا يرقصوا ماشي تاكل عيش ارقصي بقول لك رشا بتقول لك المعازيم مش هيجوا الايه؟ لا 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 تقول لك المعازيم مش هيجوا لا لا في واحده كانت بترقص باين في الشتاء وبعدين طبعا الجو برد لا مش قالوا لها لا لازم تقلعي والمطره بتنزل قالوا لازم تقلعي صاحب الفرح لازم تقلعي
انت يا ما انا بقول لك طب حس حتى الانسانه ولا حاجه. خلونا اخد راي اللواء مجدي البسيوني معانا مساعد وزير الداخليه الاسبق. سياده اللواء اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سياده اللواء. اتفضل سياده اللواء اتفضل. اولا تحياتي لحضرتك على هذه الحلقه الممتعه. الله يخلي حضرتك. الزاويه الامنيه وتحياتي لجميع الضيوف. يا استاذ وائل العشوائيه تخلق منها كافه الجرائم. ايه دي العشوائيه؟ الافراح بالطريقه اللي انا سامعها دي هي العشوائيه. ليه؟ انا سمعت الاخ حماده في كفر الشيخ بيقول جمعيه وهو اللي بيعزم وهو اللي بيجيب. الله امال صاحب الفرح فين؟ احنا نعرف ان الفرح معازيم من العريس ومعازيم من العروسه محدودين في داخل بيت، في داخل سرادق، في داخل قاعه. اما في الشارع يبقى كل من هب ودب. وبعدين عايزين فلوس عشان ما يخسرش 2 مليون. يبقى مين اللي هيحضر في هذا الفرح في الشارع والمسرح والكلام ده كله؟ المسجلين خطر على تجار المخدرات على السكرانين على على على. ما بقاش فرح. انا هنا بقى مش هطول على حضرتك علشان خاطر الوقت يعني. انا بقول هنا لكل من يشاهدنا ويسمعنا ويشرع في إقامة فرح. أنت عايز يبقى مأتم؟ امشي بقى زي ما أنت عايز تمشي. ما هم بيقولوا لي إنه بيتحول أحياناً إلى مأتم خناقات و ده مش أحياناً. أنا كرجل أمن يا أستاذ وائل ولفيت القرى كلها ومحافظات مصر. في عروسة اتقتلت في فرحة من كده. اتقتلت عروسة. عروسة قتلت اتقتلت ب... آه بقى... ما هو على المسرح وما في عشوائيه زي ما سياده اللواء بيقول. عشوائيه طفل مات في فرح. طفل لا في طفل وفي عروسه. ده عروسه بفستان عروسه بفستان فرحها جات لها طلقه طايشه. ضرب بيضرب كده راح طلقه طايشه تحول لميته من العروسه. العروسه عشان طالما في الشارع دماغ وعشان الجو جو اباحي طالما في الشارع انعدمت السيطره. طالما في الشارع عروسه. سياده اللواء اتفضل بس لو سمحتوا يا جماعه ادوني وقت عشان انتوا في الاستوديو اديني وقت. اتفضل. اولا ان ما جاش عيار طايش لو سمحت يا استاذ لو ما جاش عيار طايش في عروسه في عريس في اي بني ادم في واحد فوق بيتفرج. ان ما كانش كده الناس اللي موجودين واصبحوا مغيبين في وعيهم ممكن يبقى اي محك صغير تقوم قومه حريقه مشجره مش بقى عيره ناريه. وزي ما قالوا قبل كده اللي معاه مطوه واللي معاه سيف واللي معاه بتاع اسمه شجره يبقى مش فرح. يبقى يا حضرات يا ناس اعملوا معروف الافراح عشان تفرح وتتمم فرحتك بالعروس او بالعريس يبقى لازم يكون في وضع صحيح وسليم. نيجي بقى للرقاصه والست اللي الضيفه اللي عندك اللي بتقول انا عندي طفلين. هسألها سؤال. اتفضل. انت لو انت رايحه الفرح ده وبالعشوائيه دي وبالهيصه دي انت ضامنه انك انت ترجعي سالمه للطفلين بتوعك؟ لا طبعا كله بتاع ربنا. لا مش لا ما نقولهاش بقى كده اعتبرها وتوكل بقى. لا وخذوا لا ما في ناس بتموت من غير اللي هي رايحه افراح. ما في ناس بتموت في اي مكان. اتركوا بايديكم الى ما هو مكتوب. سيبوا لي في وسط ناس انبسطت مع وبقوا خلاص مبسوطين ومغيبين. ما تضمنيش الرقاصه الخمس نجوم معاها بودي جارد ومعاها حراسه وبتاخد مبالغ طائله ففي حمايه ليها. اما انت رايحه في بلد ارياف وما معكيش بودي جارد ولا اخو وهتاخد 400 جنيه ولو معايا بودي جارد وعايزه اموت انت معرضه لبقاط. يبقى اذا هنا احكيلك على واقعه كبيره. اولا الجمعيه اللي انا سمعت عنها دي حاجات مستحدثه كلها يا استاذ وائل زي الهجره غير الشرعيه والاستجاره اعضاء البشريه. هو انت انا صدمت من حكايه الجمعيه. ده بيزنس احنا مش واخدين بالنا منه خالص يعني. معايا مش هموت بالظبط كده. انا بقى بقول هنا اتكلم بس اتكلم كلام صح لكل المسؤولين وللبرلمان يا ناس. الست اللي بتقول لك انا معايا ولدين تخلق فوضى لابد من تقنين. حماده معاه رخصه هو فكهات معاه رخصه بهذا العمل. معاه رخصه ايه ده؟ هي كلها ممنوعات يا ست اللي هي كلها ممنوعه. كل دول انا قلت ايه في الاول يا استاذ وائل؟ قلت عشوائي. اللي بترقص ما معهاش رخصه.
وما معهاش تصريح بالكلام ده، حماده ما معهوش ترخيص، انا معايا كارنيه، كل دول كلهم بلا تراخيص، انا معايا كارنيه. قمه العشوائيه. ما هو بيقول لي الست اللي بيقول لك ولادي، انت بتتكلم على انت بتدق ناقوس الخطر يا سياده اللواء يعني. طيب بشكرك. بص يا استاذ وائل، اخد طب عايز صوت بسرعه قبل ما اخد تليفونين بسرعه. اه قبل كده كنا شغالين في حته اسمها شبرا منط. حصل فيها ايه؟ كنا شغالين وكان معايا رقصتين شغالين معايا. بعد ما خلصنا الفرح وبتاع وخارجين بالعربيه الميكروباص، كنت انا والفرقه، جه واحد قال لي انا عايز البنتين دول بمطوه، واحد ومعاه واحد صح. طالعين من فرح واحنا طالعين بقى بره بقى. كنا شغالين عند ناس جامده كبيره يعني. المهم قلت له روح يا عم ربنا يسهل لك وبتاع. المهم بنمشي كده راحوا جايبين طوبه وراحوا خابطين ايه الازاز بتاع العربيه الميكروباص اتكسر وجري ورانا. عايزين اللي قلت له انت اللي كسرت الازاز؟ قال لي اه. قلت للراجل السواق اركن، وقلت للفرقه كلها ننزل نكسر العيال دي. ما انا مش هقول لك هي اختي والله امي ولا بس هي معانا. يعني مش هينفع. هو كل الاحوال موقف ما ينفعش. فنزلنا كسرنا الناس ديت واتصلت على يعني جرايم بتحصل. السيد سلام الشرقيه والسيد السيد اتفضل يطمع في تحياتي لحضرتك. وانا عايز اقول لك بس في البدايه كده بمناسبه ان احنا بنتكلم عن الرقص، اتمنى من كل قلبي النهارده ان محمد صلاح فخر مصر وفخر عربي يرقص كل لاعبي روما ويصعد بيهم لنهائي بطوله دوري الابطال في اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله غدا. عايز اقول لك الليله خلاص النهارده يعني انا شايف يا استاذ وادي ان الرقص ده ما هو الا عرض وبيع لجسم المراه بطريقه مبتذله ومهينه لكل الستات. وانا بستغرب يا استاذ وادي الرقاصه دي بعد لما بتروح بتعرف تنام ازاي وهي واخده معاها كل ذنوب الدنيا واتفننت بكل الطرق في غضب ربها. وعايز اقول لها اقول للرقاصات يا استاذ وادي قاعدين وكل الرقاصات انهم يوم القيامه ان شاء الله هيرقصوا لابو لهب وابو جهل في النار. وحتى الرقاصه اللي اسمها ديانا اللي اتكلمت من اسكندريه وبتقول انها معاها ليسانس اداب ايطالي، والله يا ديانا ليسانس الاداب الايطالي ما هيرحمك برضه وهترقصي عند ابو لهب وابو جهل. وانا بستغرب اصلا يعني مش منطقي ان احنا نحارب الحجاب والنقاب ونقعد نجيب مبرر عشان نمنعهم وندور للرقاصات على مبرر عشان يتعروا وعشان يزداد الانحلال والسفاله. خلينا بس الحكايه مش حكايه رقصات بس يا استاذ استاذ عشان ما في في مجتمع وفي ناس بتعمل افراحها الشعبيه بهذا الشكل. نعمل ايه يا استاذ وائل؟ يا استاذ وائل مفيش حاجه اسمها نقول رقصات بس، والله ما في يعني يا استاذ وائل مش عايزين نضحك على انفسنا ونضحك. لا ما احنا عايزين نفس رساله الانتقاد توجه للناس اللي بتسمح لده كمان يعني. لا ما هو انا بنتقد حاجه بتغضب ربنا، ما ينفعش بيغضب ربنا اقول انا فيه وفي كل اللي بيرقص وباقي جسمه حرام، كل اللي بترقص وبتعرج اسمها حرام، ما ينفعش ان انا اجي في حرام. يعني هو التعليق دلوقتي على الرقاصه بس. طب اسمعها بس رشا، اتفضلي يا رشا. ماشي، هو حضرتك دلوقتي هو دلوقتي التعليق على الرقاصه بس؟ طب ما ممكن مطربه بتبقى طالعه برده بتبقى لابسه لبس برده وبترقص برده، يعني مش شرط الرقاصه بس. وبترقص بتغني وبتطلع اصعب من الرقاصات. وانا ضد الحياه الجايه. طيب استاذ سيد الف شكر. استاذ اسلام استاذ طارق من هنا اتفضل. اهلا بيك استاذ طارق اتفضل. وائل باشا اهلا بيك اتفضل. انتوا عندكم الافراح دي في الصعيد؟ طبعا طبعا موجوده. ويقول لك ده فرح تجيل. عارف فرح تجيل يعني ايه؟ فرح ايه؟ فرح تجيل. تقيل. ايوه يعني معناه كل البلاوي فيه. في الدلتا بيسموه حظ. لا هناك يقول لك ده فرح تجيل يعني كميه المخدرات وكميه البيره وكميه مش عارف ايه كده. انا بتسال سؤال واحد بس، تنظر الحكومه في الحكايه دي؟ ده فعل فضح علني. طب ممكن بعد اذن حضرتك بس سؤال، هي الحاجات دي اللي موجوده في الافراح مش موجوده بره الافراح؟ يعني مفيش مخدرات مفيش الكلام ده؟ يا ستي ده فعل فضح علني. لو واحد انت تقدري تلبسي يعني هو مش سبب. انا قصدي اللي هو مش سبب الافراح يعني هو مش سبب للافراح. يعني هي عايزه تقول ان الانحرافات دي مش موجوده بره الافراح بس يعني بره الافراح. مشكله ده مشكله كل حته في كل مكان. بس هي طبعا عشان ما يعني موجوده في الشارع يعني طب عايز تقول حاجه يا استاذ اتفضل. طيب الشاعر اسلام خليل. استاذ اسلام اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ اسلام. ازي حضرتك عامل ايه؟ ما يهمش انا الحمد لله، هنخليك توجد شويه عشان التتر بس. اتفضل. ماشي. بص يا استاذ وائل، هو قصه الافراح دي اولا في فرق بين الفرح اللي فيه عريس وعروسه والفرح اللي هو بيقولوا عليه الحنه او الجمعيه او الليله اللي بتتعمل. الموضوع ده قليل جدا في الافراح اللي فيها عريس وعروسه عشان تبقى، او غالبا ما بتبقاش موجوده عشان بيخافوا يعني على العريس والعروسه، وبيبقى فيه ستات كتير في الفرح. افتح هتلاقي في اليوتيوب في افراح موجود ده. المهم كمل اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك في فتره من الفترات في الثمانينات بعد علي حميده واغنيه لولاكي وعمرو دياب واغنيه ميال ميال، طلعت فرق كتير اسمها فرق البنت. كان الفرق دي ما فيهاش ولا رقص ولا حاجه خالص، وكانوا بيغنوا بنفس الطريقه اللي غنى بيها علي حميده وعمرو دياب ساعتها. طلع بعد كده فنان الله يرحمه اسمه سامي علي، عمل غنوه اسمها لشرطه عينه بيجنن، وعم حسن إيش الملحن اللي هو موجود دلوقتي كان بيغني اياميها برضه، لحد ما طلعت بعد كده الافراح اللي حضرتك عامل عليها الحلقه دلوقتي بالشكل الوحش ده اللي بيأدي. يعني انا كنت في فرح مره، كنت انا بعزف اورج في فتره من الفترات، وحد بيضرب نار، والله العظيم ده حصل، راح بيضرب نار راح موقع بنت من البلكونه ماتت. ياه. رحت مبطل انا شغله الافراح. معقول يا جماعه الافراح تتحول لماتم؟ بيحصل قدامكم كتير. أيوة حصل معايا يا استاذ وائل رقص. حصلت كتير. في المنصوره عريس وعروسه ظرف الطلق دي في دماغي قبل كده. حضرتك انا قاعده في منطقه شعبيه ماشي، بيحصل برضو في الخناقات ما بيبقاش بره الافراح يعني، ده او ده بيحصل بره الافراح. انا فرح بتاع استاذ وائل. احنا عايزين بس على الرصاصات بس يا استاذ وائل، في ظاهره الافراح ديت او الظاهره دي عامه بشكرك، فيها مشاكل كتير، بدايتها المخدرات. انا برضو احصائيه قالت ان 70% من مدمني المخدرات بدايتهم خدوها من الافراح. انا استاذ وائل دي البدايه قبل كده 70%. يعني هذه الافراح يمكن ان تكون بدايه، تكون بدايه لمدمن المخدرات. 70% احصائيه علميه ادمان المخدرات. 70% من مدمن المخدرات بدايتهم. بسرعه ثانيه يعني ميادة في النقاش ده كله، شايفة انه الافراح دي هتستمر لان الناس عايزاها؟ طبعا تقول. طبعا طبعا يا استاذ وائل، الناس مش هتبطل افراح طول حياتها. ما هو ماشي، ما حدش بيقول لكن افراح فيها مثلث المخدرات مع الملابس العارية مع الراقصات. انا بقى سنة بغني ما قابلتش واقع من اللي هم بيحكوها دي خالص. لا ده حصل. انا عن نفسي ما شفتش لحد مات قدامي ولا حد اتثبت قدامي بصراحه. ربنا يبعدك عنه بقى. يبعدك. انت محظوظه بقى. الحمد لله. انت محظوظه. انت محظوظه. وانا عندي هنا يعني رسائل، فبيقول يعني انتوا بتجلدوا ناس وفي هناك يعني من ينهبون البلد، وهل بتتعاملي على ان انت جزء من سوء نخاس احنا بنشوف شئنا وابينا يعني نسميه كده يعني. لكن بتقول انه ده مجتمع عاوز ده كده يعني. هو المجتمع عايز ده وعايز ده يعني، هو ما هو هم مش عايزين يعني، عايزين الاثنين. فانا يعني طيب. يعتبر حاجه بسيطه جدا في جمله واحده عشان بختم. اتفضل. سبب الموضوع ده كلها عشان تتحل ان الشرطه هي صاحب الفرح بيروح يطلع تسريح الفرح عندنا في مركز شربين والمنصوره وميت سلسيل، رئيس المباحث يقول لصاحب الفرح وهو بيطلع التسريح ممنوع بنات في الفرح، لا اما تلغي الفرح خالص. بيتكتب في التسريح؟ لا لا، عندنا في المراكز، عندنا في المراكز البنات دي ممنوعه، مركز شربين بيت سلسيل. يعني هو بيقول له ممنوع راقصات، لا اما تلغي فرحك خالص. ما تعرفش زي مثلا هتشتغل ازاي لما يمنع حره صح؟ لو كل مركز، لو كل مركز شرطه صارت على اكل عيشه، لو كل مركز شرطه عمل كده الحياه مش طبيعيه. طب ازاي الحياه مش يعني؟ انت تفتح بيتك مثلا وانا اشتغل في محلات بتشتغلي فيها؟ فين المحلات؟ في محلات واعملي ورق مصنفات. انا ما اعرفش، انا بقالي 10 سنين شغاله محلات ضيع على قدها، بتقول لك انا مش شغال في الشارع. ايوه هو انا نجمه مصر احمد. انا يا جماعه بس القضيه لازم تاخد بمفهوم اكبر، ازاي تواجه هذا الكم الكبير من الانحرافات باسم الافراح الشعبيه. البنات اللي هي الخليعه دي تتلم، البنات الخليعه دي تتلم عشان واحده زي تاكل عيش، واي مطربه برضك تقول لفظ وحش او كده تتلم. هي بدات بسرعه استاذ احمد. يعني المشكله اللي حضرتك بتحكي فيها ديت، هي بدات احنا في ناس بتتحبس بسبب الاسفافات. انا سامع في اتنين في بيتحبسوا بس يعني اسفاف.
لا هم يعني الاثنين اللي في الحبس دول هم اخواتنا هم مصدومين في الموضوع. هي بدات هي بدات استاذ احمد نقول حاجه صغيره نختم بيها حاجه هتغني ده حاجه صغنطوطه كده. طب جمله واحده يلا بسرعه قول. يا ربي مالي سند غيرك ولا لحد، اكرمنا يا ربي جميعا وكرمك طبعا مالوش حد، علشان في ساعه الجلسه محدش بينفع حد، لا الابن ينفع ابوه ابوه ولا ابن الابن ينفع جد. الله اكبر على اللي نزل القبر والقبر عليه انسد، امشي في طريقك عدل مالكش دعوة بحال. تعليق اخير ده تعليق من الاغنيه اللي قالها الاستاذ احمد القبر ده. احنا كلنا المفروض نبص في القبر بقى عشان احنا يعني عشان شايف انه والناشد المشرع المشرع لابد يا استاذ وائل المشرع لابد ان يقنن قوانين تحاكم هذه الافعال الخارجه عن القانون وعن القانون الاخلاقي بالنسبه للانسان. استاذ الشام تعليق اخير ما نتحدث عنه هو بؤره اجراميه عشوائيه زي ما قالت سياده اللواء تحتاج الى يعني تحرك سريع من المسؤولين، لانه الحقيقه هذا الوضع موجود القانون بتاعه والتشريع بتاعه موجود، لا يحتاج الى تشريع جديد، يحتاج الى ضبط هذا التشريع. يبقى نقطه، لماذا الشارع المصري مستباح بهذه الطريقه؟ ده السؤال اللي هطرحه في نهايه الحلقه، ليه الشارع مستباح بهذا الشكل؟ طيب وانا بشكركم جميعا واتمنى انه كل مشاهد سوء النخاسه التي نشهدها باسم الافراح الشعبيه، كل مظاهر الانحرافات المختلفه من مخدرات وملابس عارية تماما بالإضافة إلى إباحية وسوقية وبلطجة وسكاكين ومطاوي، وده إيه باسم البهجة وباسم الأفراح للأسف الشديد. أتمنى أنه كل ده يدعونا لاتخاذ خطوات لمواجهته. إن شاء الله نكون معاكم غدا في حلقة جديدة.